صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. لو انت متعود من انت من الناس اللي ماسكه الموبايل على طول 24 ساعة، لو انت من الناس اللي تاخد الموبايل معاك وانت بتسيب الأوضة دي ورايح الأوضة دي، لدرجة ان في ناس دلوقتي بتاخد الموبايل معاها وهي داخلة الحمام. لو انت من الناس اللي انت متعودين ان انت بتنام وانت ماسك الموبايل، لازم تقعد تتصفح كده وتشوف مواقع التواصل الاجتماعي وتاخد عليهم لفه كده قبل ما تنام، او تصحى من النوم اول حاجه بتعملها بتروح ماسك موبايلك عشان تشوف الرسائل اللي جات لك وتشوف التعليقات اللي جات لك على صورك اللي انت منزلها على السوشيال ميديا، لان الناس بتستنى التعليقات دلوقتي وتشوف جابت كام لايك وجابت كام تعليق. لو انت من الناس دي، لو انت من الناس خلاص اللي بقى الامر بالنسبه لك في تعلق تام بالموبايل، فانت عندك مرض اسمه النوموفوبيا، نو موبايل فوبيا، او رهاب فقد الموبايل او البعد عن الموبايل. لو انت من الناس كمان اللي متعود ان الموبايل لازم يفضل في الشحن 24 ساعه عشان طبعا بطاريته ما تفضاش، لو انت من الناس كمان اللي متعود على انه لازم يكون في انترنت ولو النت فصل بتقلب الدنيا تتصل بالشركه وتحاول تفتح الموبايل داتا وقصه كبيره كده، المهم انت لازم تكون موجود على مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعه، عارف ومتأكد ان الموبايل مهم ومهم لينا كلنا، وتطور في تكنولوجيا مهم، كلنا بنستخدم الموبايل بشكل رسمي كمان، يعني بالنسبة للشغل في ناس لازم بتستخدم الموبايل بشكل تبعت ميل للشغل او الى اخره، او ان انت تعمل سيرش بالنسبة لشغلنا طبعا، لكن في نفس الوقت التعلق الزايد بالموبايل ده مرض. الموبايل مهم بس التعلق بيه احيانا بيبقى مرض وبيخسرنا. احكي لنا موقف الموبايل خسرك فيه، ده سؤال حلقتنا الموجود على صفحتنا، ونشوف جمانة الموبايل خسرها ايه. خسرني وقت كتير قوي بصراحة. مش هنتكلم طبعا على انا عاوز اعرف بس كنت هتعملي ايه في الوقت ده. كان ممكن انام. لا ممكن والله، لا بجد في حاجات، على فكره ان انت تنام تريح جسمك دي حاجه مهمه، تقعد مع اهلك دي حاجه مهمه طبعا، تقعد مع اصحابك دي حاجه مهمه، تقرا حاجه دي حاجه، ايا كانت تعمل يعني تعمل مثلا شغل متاخر عليك دي حاجه مهمه، ان انت في حاجات كتير قوي تتعمل على فكره مهما بانت انها بسيطه، بس فكره التفاعل الشخصي ده يعني مش التفاعل الافتراضي دي مهمه جدا. التليفون خسرنا الاهتمام بالتفاعل الفيزيكال، يعني عارف بقى مش موجود، بقينا كل حاجه على السوشيال ميديا. فكره ان احنا بقينا حتى من طريقه الكلام، من نبره الصوت، بقينا كنا بنعرف بعض عاملين ايه، كويسين مش كويسين زعلانين، دلوقتي اصلا ما بقاش فيه الكلام ده، يعني احنا بالاحساس، احنا توقعاتنا بقى، انا شايفه على مثلا على واتساب او شايفه لا والله سو بتكلمني بطريقه وحشه او بيكلمني بطريقه وحشه، من غير ما نعرف اصلا حسب مودي انا كمان بالظبط، من غير ما نعرف. فاحنا الحته دي فقدنا الحميميه، فقدنا لمه العيله فعلا، فقدنا ان احنا نشوف المجهود اللي ممكن نعمله عشان نسال على حد ونطمن على حد، بقى فعلا موبايل رساله بسيطه جدا وقصيره جدا، مكالمه سريعه جدا، بقينا خلاص الحمد لله كويسين، ما بقاش في فكره المجهود اللي بنبذله عشان نطمن على حد، دي ما بقتش موجوده. ممكن يا شاذلي عارف اكتر ناس بحس ان هم اتاثروا بالموضوع ده؟ الناس الكبيره، يمكن احنا جيلنا في النص، يعني عاش شويه من غير الموبايل وعاش شويه خلاص دلوقتي طبعا مكملين بالموبايل، بس في ناس اصلا موبايل بالنسبه لهم مش فاهمين،
مش فاهمين المبدا نفسه بتاع التليفون. لو انتوا بتسالوش عليا ليه، ايه الرساله اللي انتوا بتبعتوها دي، ايه ده؟ مش مقتنع بده. الناس الكبيره مش مستوعباه ومش قادره تفهمه. هم متعودين على اللمه، متعودين على السؤال، متعودين على تليفون البيت، متعودين على حاجات كتير جدا ما بقتش موجوده. فده مثلا من الحاجات اللي التليفون خسرها لنا. كمان التليفون لو هنبص بقى على العلاقات اللي حوالينا، التليفون خسر ناس كتير قوي على فكره البعض. فكره انه لو هنتكلم مثلا في العلاقات على سبيل المثال، يعني يمكن حد لو مسك تليفون حد وشاف اللي فيه، شاف رساله، شاف مست كول، شاف كارثه تحصل هنا، كارثه. زمان ما كانش فيه الكلام ده. ممكن حاجه، على فكره مش شرط يكون في حاجه غلط، ممكن حاجه تتفهم غلط، ممكن موقف يتفهم غلط. الموبايل بقى بيلعب دور اساسي في العلاقات يا شاذ. صحيح طبعا. طبعا طبعا انا موافق جدا في الكلام اللي بتقوليه، خصوصا موضوع الرسائل اللي بتبعت على الموبايل للناس الكبيره. يقولك ده بعت لي رساله كده على التليفون، هو مش معترف بالفعل بان في واجب او في سؤال ممكن حد يطمن عليه من خلال رساله على التليفون. هو مش معترف بحاجه زي دي، وهو طبعا معاه كل العذر، مش هنتكلم في ده. لكن في النهايه فعلا الموبايل بعدنا عن بعض، ما بقاش فيه تواصل بشكل مباشر، ما بقيناش نبص لبعض حتى واحنا قاعدين مع بعض ماسكين الموبايلات، حتى واحنا بنتكلم. فبالتالي ما بقاش فيه الاهتمام المطلوب، مش هقول الزايد، ما بقاش فيه الاهتمام المطلوب بين افراد الاسره. يعني مثلا حد بيحكي لي موقف واحنا قاعدين في تجمع عائلي، انا بسمعه وانا ماسك الموبايل، تمام، وعملت ايه، تمام. ده ما هوش اهتمام، ده انا برد عليه فقط عشان ابقى اسمي رديت عليه. احنا صحابي بعدين في نفس القعده وبنبعت لبعض على التليفون. صحيح. ده غير بقى كمان بجد والله يمكن السوشيال ميديا كمان، احنا بنتكلم عن الموبايل يعني سوشيال ميديا، يعني الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق. الناس بقت بجد يعني بتستقي مدى رضاها عن نفسها من كم اللايكس، من كم التعليقات اللي موجوده على صوره او على بوست او 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 على حاجه كاتبينها. بجد بقت يعني بتثق الثقه بالنفس، الثقه بالنفس دي بقت بتتاخد من كم اللايكس، من كم الشيرز، من كم التعليقات. بقينا حتى بنبص على حياه بعض بشكل مبالغ فيه، وبقينا على طول بنقارن، وبقينا على طول حاطين حياتنا في مقارنه مع حياه ناس تانية اصلا ممكن ما تكونش حقيقيه. لو بصيت بقى على ده بيؤثر ازاي على حتى الصحه النفسيه، احنا طول الوقت ما عندناش رضا، طول الوقت حاسين ان في حاجه ناقصه، طول الوقت حاسين انه احنا ايه ده، احنا في حاجات كتير قوي ناقصانا. ففعلا الموبايل يمكن احنا بنتعامل على انه جهاز في ايدينا وبيسهل لنا الدنيا، لا بجد هو ليه بيؤثر على حتى الصحه النفسيه بشكل كبير جدا، على سلوكياتنا احنا شخصيا بشكل كبير جدا. لو نفتكر زمان مع بعض يا شاذلي، قبل السوشيال ميديا، قبل الموبايل، وقبل الحاجات دي، الناس كلها ما كانش حد يعني يعرف تفاصيل حياه حد بالشكل الكبير قوي ده الا لو اتقالت، لو حد عايز يقولها هو بنفسه. بقينا دلوقتي داخلين في حياه بعض بشكل مبالغ فيه، حتى يمكن التعليقات بقت بايخه جدا للناس حتى اللي على السوشيال ميديا. فبقى زي ما ليه مميزات حقيقه، ليه عيوب، وليه عيوب قاتله. صحيح. وعشان كده يا جمانة بينصحونا يعني عشان نبعد شوية عن الموبايل، وبعض الخبراء والمختصين بيقولوا ان احنا ممكن نتابع بعض الحاجات البسيطة ممكن تساعدنا في اننا نبعد عن الموبايل. متعود ان الموبايل تحطه جنبك قبل ما تنام، لا، حط الموبايل بعيد عنك وسيب الموبايل قبل ما تنام بساعة مثلا. ما تصحاش من النوم اول حاجة تمسكها هي الموبايل، ما تعتمدش على المنبه بتاع الموبايل، لان اعتمادك على المنبه بتاعك برضه مخليك ماسك الموبايل وبتظبطه في اخر وقت، فهتحطه جنبك وانت نايم اول حاجه هتقوم تمسك الموبايل. بيقولوا يعني نعتمد مره ثانيه على المنبهات القديمه بتاعه زمان، فاكراها دي؟ طبعا. كان يرن يجيب تهتك في طبله الاذن الوسطى، كان يرن يصحي الجيران. وبسكوتش، انت وصحابه بسكوتش. ما بسكوتش ويفضل يرن. فانت حالك تنزل. هتنزل يعني هتنزل. فدي حاجه من ضمن الحاجات. كمان نحاول نشوف مجموعه من او يعني يبقى محاطين بالاشخاص اللي هم كمان عندهم نفس المشكله وعايزين يتعالجوا منها. يعني خلاص، لان احنا قلنا ان ده مرض، الخوف من فقد الموبايل او ترك الموبايل. نتفق كلنا مع بعض ان احنا هنسيب الموبايلات في وقت معين، 5 دقائق في الساعه، 5 دقائق كل ساعه، يعني تصحي 16 ساعه مثلا في اليوم، في 5 دقائق يعني مفيش ساعه، ساعه وشويه في اليوم كله، مش بتكلم في فبيقولوا يعني ان انت تمسك الموبايل مده 5 دقائق. على كل، احنا في انتظار راي حضراتكم وتعليقاتكم على سؤال الحلقه.
الموبايل مهم بكل تأكيد، ولكن التعلق بالموبايل احيانا بيكون مرض وبيخسرنا كتير. سألني بقى برضو، انا محتاجه اعرف خسرك ايه. بس تاني نتكلم واقول خسرنا ايه، ما خسرك ايه؟ طبيعي انا خسرت طبعا من، بس زي الناس، خسرت من وقت البيت بصراحه. يعني وقت البيت، الوقت اللي بمسك فيه الموبايل كان المفروض ده يكون بتاع البيت، بتاع بنتي، ان انا اقعد اتكلم معاها. بقعد اتكلم معاها، بس برضو بقعد اتكلم معاها نص ساعه، لا المفروض اقعد اتكلم معاها ساعه. فدي من الحاجات اللي مضايقاني بالمناسبه، وانا من الناس اللي عندي نفس المرض ده. فهنشوف النهارده يكون معانا فقره. انت قلت لي ان هي اتضايقت منك على فكره. طبعا اكتر من مره تقولي سيب الموبايل واقعد اتكلم معايا. فدي حاجه انا فعلا مضايقاني. اوقات بتيجي في وقت بكون بشتغل، واوقات بتيجي في وقت بكون ماسك الموبايل عادي يعني. فساعات بسيب الموبايل، مش هكذب يعني، ساعات بسيب الموبايل وساعات لا. لكن النهارده احنا معانا فقره هنتكلموا عن الموضوع ده، وان شاء الله اخد النصيحه يعني، واخد الروشته وامشي نمشي عليها كلنا بقى ان شاء الله. على اي حال، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك. اكيد مستنيين اجابات حضراتكم وتعليقات حضراتكم. دلوقتي خلينا نروح ونشوف كده الناس هتقول ايه ومشاركات عامله ازاي. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح للميا ونتعرف منها على اخبار الطقس في القاهره والمحافظات. يا لميا صباح الخير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانة. انا شايف الجو كويس. الجو كويس، في ارتفاع في درجات الحراره تقريبا 5 درجات. الجو بقى دافي بالنهار ومكمل معانا بقيه الاسبوع على فكره. ده هيستمر بقى خلاص ولا تاني درجات الحراره تنخفض؟ مش عارفه لسه، بس هو لحد الاسبوع ده مكمل معانا ارتفاع في درجات الحراره، ذروتها يوم الثلاث اللي جاي. طب يعني لسه مكمل، بس ما نخففش هدومنا، يعني ما نخففش هدومنا بالنهار. بالليل بيبقى برد قوي، والصبح برده بيبقى برد قوي. ماشي، ما ننزلش بالليل. ما تنزلش بالليل يا شاذ. وصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس مائل للدفء بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21 درجة. أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 26 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 18 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. كالعادة دايما عندنا في صباح الخير يا مصر مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن دايما بنبدأ معاكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ومن أبرزها، الرئيس السيسي طلع على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، ومجلس الوزراء ناقش اتجاهات التنمية المستدامة لتعامل الاقتصاد المصري مع الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و2024. كمان الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف، ونفت إلغاء الدعم على وحدات مبادرة سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل. وأخبار أخرى هنعرفها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع خلال جولة تفقدية على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق في محافظة الجيزة في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، واللي هدفها مواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري، في ضوء مكانة الدراسات المرورية العالمية المتخصصة قد أظهرته من توجه متوسط لسرعة السيارات والمركبات على الطرق. امبارح نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ورشة العمل الثامنة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال 2023 و2024، وده من خلال عقد جلسة نقاشية موسعة عن اتجاهات التنمية المستدامة بحضور 20 من ممثلي مجتمع الأعمال والمراكز البحثية والأكاديميين والتنفيذيين والوزارات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضاً برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 18 ولحد 24 فبراير. الإنفوجرافات تضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص إلغاء الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة سكن كل المصريين لمنخفض الدخل أخبار غير صحيحة، وإن الحكومة بتواصل تقديم الدعم على الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين للمواطنين منخفض الدخل.
وإن موافقة مجلس الوزراء بخصوص اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر بتخص عدد معين من الوحدات السكنية اللي هيتم طرحها ضمن إعلان مستقبلي في عدد من المدن زي القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة وبياض العرب بمحافظة بني سويف والعسلوجي بمحافظة الشرقية والغردقة وسفاجة بمحافظة البحر الأحمر ودمنهور بمحافظة البحيرة. ودي الوحدات اللي تم حصرها من متبقيات الإعلانات اللي تم طرحها قبل كده للمواطنين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية لدولتي سوريا وتركيا، غادرت سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الغذائية. اما في محافظات مصر ففي مجموعه من الاحداث اللي حصلت امبارح، من اهمها ضخ 350 طن رز ب 15 جنيه للكيلو في مدن وقرى دمياط، ايضا تقديم الخدمات الطبيه ل 147702 مواطن في العيادات الخارجيه في محافظه المنيا. كمان معانا افتتاح معرض للحرف التراثيه اليدويه في محافظه الاسكندريه لدعم المشروعات الصغيره وقافله طبيه بقريه جاليا الاولى ببلقاس بالدقهليه ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه، واخبار ثانيه كتير هنتعرف على تفاصيلها في سياق العرض اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها أن مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط ضخت 350 طن من الرز الفاخر في الأسواق وفي معارض أهلا رمضان المنتشرة في مدن المحافظة لبيعه بسعر 15 جنيه للكيلو من أجل توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهلهم ومحاربة أي تلاعب في المنظومة. مديرية الصحة في محافظة المنيا أعلنت استمرار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية ل 147702 مواطن، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ في المستشفيات لعدد 39184 حالة على مدار شهر يناير اللي فات. حي شرق الإسكندرية شهد افتتاح معرض الحرف التراثية اليدوية اللي تمت إقامته في ديوان عام الحي، وتنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدوية وزخارف ومأكولات وغيرها من المنتجات. ضم المعرض 40 عارض وهيستمر لحد 2 مارس لإتاحة الفرصة الكافية للعارضين للترويج عن منتجاتهم اللي بتتميز بجودتها وتنوعها. مديرية الصحة في محافظة الدقهلية نظمت قافلة طبية علاجية في قرية جاليا الأولى بمركز بلقاس، وده ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة في الأماكن النائية. مديرية القوى العاملة في محافظة أسوان أعلنت إتاحة 200 فرصة عمل للشباب، وكشف مدير مديرية القوى العاملة إنه تم توفير 30 فرصة عمل لذوي الهمم بهدف دمجهم في سوق العمل وترشيحهم لهذه الفرص. محافظة الأليوبية هتشهد النهاردة افتتاح معرض أهلاً رمضان بمنطقة بهتين بحي الشرق شبرا الخيمة، بتحتوي المعارض على المنتجات اللي محتاجها المواطن بتخفيضات بتصل ل 30% عن السوق المحلي. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن الموبايل وتأثير الموبايل على حياتنا، وشايفين من وجهة نظركم الموبايل خسركم إيه في حياتكم. خلينا نروح لبعض مشاركاتكم. نبدأ بالأستاذ علي غبيشي بيقول: أنا صباح الخير على برنامج صباح الخير يا مصر، صباح الخير على حضرتك يا أستاذ علي. بيقول علي غبيشي من دمياط: الموبايل منذ بداية التعامل به إلى الآن يعتبر من معجزات العلم الحديث في حياتنا ويتطور بسرعة لا يستطيع البعض في ملاحقة التطور والتحديث إلى أن وصل لأهمية قصوى في حياته. فمن الممكن أنك لا تنزل من البيت لمدة أيام طويلة وتقضي كل مصالحك وأنت في البيت، خاصة مشاوير التسوق والزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية، وفي بعض الأحيان تقضي شغلك وتعاملاتك البنكية وخدمات الحكومة. نحقا معجزة من معجزات الزمن الحديث، ولكن أحيانا يأخذ وقت أكتر من اللزوم على حساب أوقات أخرى أهمها التواصل العائلي في البيت الواحد. هو ده اللي كنا بنتكلم فيه. صحيح، على فكرة حتى موضوع التسوق أونلاين برضو، فكرة إن الناس كنا بتنزل تشتري الحاجة، في ناس كتير برضو أنت عارف يعني ما عرفتش تواكب قوي التطور ده. ده صحيح، وفي نفس الوقت برضو ما ياخدش أكتر من وقت.
حتى في التسوق الالكتروني برضو ما ياخدش اكتر من وقت، كل حاجه ليها وقتها ولا اكتر من حجمه. طبعا. عشان علاء هارون بيقول صباح الخير عليكم، طبعا خسرنا لمه البيت بس كسبت حاجه حلوه قوي وهي برنامج صباح الخير يا مصر، وكمان خلاني اتعرفت على شاذلي وجمانة، انا سعيد جدا بمعرفتكم، لو الموبايل ما كنتش هعرفكم يا اجمل اصدقاء. احنا بنشرف بحضرتك دايما يا استاذ علاء، كل يوم الصبح كده بتبعت لنا رسائل صباحيه جميله، فاحنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، لكن ممكن تتابعه من التلفزيون عادي، برنامج صباح الخير مصر موجود على التلفزيون، فما تتحججش بقى وتقول مثلا. في كمان حسين عبد الحليم ميزار بيقول برنامجكم اجمل برنامج تلفزيوني في الدنيا، معكم حسين عبد الحليم معلم بالتربيه والتعليم. وجهه نظري الموبايل سلاح ذو حدين، قرب المسافات بين العالم لكن بعد بينا لغه الحوار والتواصل اللفظي والوجداني. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا استاذ حسين، دي شهاده نعتز بيها اكيد. عبدو احمد بيقول صباح الخير عليكم، الموبايل خسرنا لما الحلوه بتاعه زمان وزياراتنا كل يوم عند بعض والموده، الكلام الجميل بتاع الناس الكبيره بتاعه زمان وخسرنا الحب. في احمد حسن بيقول صباح الخير، خسرنا نفسنا ودي الصراحه، يعني مش قوي كده التشاؤم ده. هو بس احنا عايزين حاجه، ان كل واحد حاسس ان الموبايل خسره ما يستناش بقى، يعني نبتدي مع بعض كلنا ونقوي نفسنا كده ويعني نتجمع كلنا، وانا معاكم برضو، ونبتدي من النهارده كده نحاول نقلل الاستخدام تدريجيا لحد ما نوصل طبعا للمعدل المطلوب. ما فيش مشكله يعني، ما ان طبعا ان حد حاسس فعلا الموبايل خسره عارفين تاثيراتها كمان، فده اكيد اسهل. الموبايل مهم بيقرب البعيد بس الاستخدام الغير طبيعي بيبعد القريب، ده محمود عبد الحميد. في عيد عبد الباري بيقول صباح الخير عليكم وعلى أهل الفيوم، صباح الخير عليكم وعلى كل أهل الفيوم. بيقول أولا هو طبعا خسرنا كتير من بينهم لمة العيلة، بس مكسب لي أني أتواصل معكم وصباح الخير يا مصر، مكسب لينا يا فندم. طبعا كمان من ضمن التعليقات صباح الخير والسعادة من بورسعيد، الموبايل بقى جزء من حياتنا اليومية وخسرنا حاجات كتير قوي زي زيارة المريض وغيره. برضو موضوع الاطمئنان على الناس من خلال التليفون، زمان كنا بنروح اي حد تعبان كنا بنروح نزوره، مش ده اللي كان بيحصل؟ دلوقتي بتروح بعت له رساله على الواتساب مثلا تقول له عامل ايه الف سلامه، فده طبعا انت خسرت جزء كبير، خسرت ثواب مبدئيا زياره المريض دي حاجه، وفي نفس الوقت خسرت برضو ان انت مفيش تقارب، مفيش اهتمام بجد، زي ما كنا بنتكلم من شويه مفيش اهتمام بجد، في رساله وخلاص على الواتساب. صحيح، الشخص بيحس انه انا عملت الواجب وخلاص. في كمان علي احمد الجبري بيقول صباح الخير عليكم، الموبايل خسرني عقلي وخاصة ببجي، والله عقلي طار. يعني هو عارف، هو في منى عرفات بتقول كل حاجة زي ما ليها إيجابيات ليها سلبيات، بس احنا المتحكمين في ده باستخداماتنا. حقيقي إن الموبايل غير إنه جهاز في إيدي بيسهل دنيتي شوية، بس حرفيًا أحسن كتير من القعدة مع الناس السلبية. مش لازم أبقى ماسكة الموبايل أبقى فاتحة السوشيال ميديا اللي بقت كلها طاقة سلبية وتعليقات من الناس مش كويسة، يعني ممكن أبقى بسمع أي حاجة بودكاست مثلًا مفيد، ممكن أبقى بقرأ كتاب حاجات مفيدة، بس كل واحد واستخدامه، دي نقطة مهمة برضه. طبعا في سهام هيكل، صباح الورد عليكم، الموبايل خسرنا كتير، أولا الواجب في العزاء زي ما كنت بتكلم يا شاذلي، وثانيا زيارة المريض، فالبعض يكتفي بإرسال رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال بالتليفون، فقدنا لمة الأقارب والأصحاب. وأقرب موقف أول أمس في عزاء أخو زوجي الله يرحمه، الله يرحمه، البعض كتب العزاء على الفيسبوك والمسافة بيننا مش بعيدة. دي المشكله اللي كنا بنتكلم فيها. طب احنا بس يعني مش بنقول ان الموبايل وحش في كل احواله، عشان برضو يعني لولا الموبايل ما كانش زمان دلوقتي بنتواصل مع حضراتكم، لان يعني تكتبوا تعليقاتكم من خلال صفحه القناه على السوشيال ميديا، ولكن اللي بنتكلم فيه ايه هو التنظيم، تنظيم الوقت، ما يبقاش الوقت مفتوح فالموبايل في ايدك 24 ساعه. ابو حبيبه رمضان بيقول صباح الخير عليكم من الاسماعيليه، صباحك فل يا ابو حبيبه، انا عاوز اقدم الشكر اولا ليكو طبعا، ثانيا الموبايل وسيله للتواصل مع الاخرين، وللاسف علم الناس الكذب والكسل وقله الاهتمام وحتى الواجب، الكل بقى بيهرب بسبب الموبايل، فين ايام التليفون الارضي كانت الناس بتحب بعض مش بتهرب. في كمان نانا يوسف قالت بيخسرني وقت طبعا لما اولادي بيسرحوا فيه، بس انا بحاول اعمل ضبط شويه وبقول لهم انا بحب اقعد معاكم واكلمكم واشدهم لغايه ما يسيبوني اتكلم. مجدي أمين بيقول التليفون عرفنا كل حاجة وما عطناش وقت نعمل أي حاجة. وجهة نظر برضو. عمر أبو أربود، أتمنى أكون قلت اسم حضرتك صح، بيقول صباح الورد جمانة وشاذلي، التليفون خسرني صاحب عمري. ممكن يكون بطريقة من الطرق اللي أنت كنت تتكلمي بيهم في البداية.
في فارس الفايدي بيقول صباح الفل عليكم على مصر كلها. الموبايل خسرنا كتير زي صلة الرحم، الموبايل خسرنا وبقينا من غيره تايهين. وفي حاجة كمان، الموبايل للأسف علمنا الكذب. تعرف مشكلة الموبايل كمان ايه يا شازلي؟ احيانا لما قريت التعليق بتاع استاذ عمر ابو عربود، احيانا بتحس انت متراقب. بمعنى ايه؟ انا كلمتك مثلا وانت مش في حالة نفسية قادر ترد، قاعد مع اسرتك اي مكان اللي عندك يعني، وشايف التليفون شايف ان انا بكلمك عادي جدا وما ردتش عليا، بس الاقيك مثلا اونلاين على حاجه، موجود على حاجه، تعالى بقى. فهنا بجد فعلا بيعمل مشاكل هنا، وما بقيناش حتى تعالى انت اونلاين، انا اصلا مش هكلمك. اللمبه الخضراء من ورا، تعالى بقى ورا بعض ورا بعض ورا ده موضوع تاني يعني. لا بجد والله حقيقي يعني الموضوع ده بجد بقى طول الوقت بقيت حاسس انه انت محاصر يعني، لازم لو حد كلمك لازم ترد، لو حد بعت لك حاجه لازم ترد، يا اما الموضوع والموقف هيتحول انت مش عايز تكلمني، انت قاصد ما تردش عليا، انت قاصد انت مش مهتم اصلا باللي انا بكلمك او ان انا باللي انا ببعته لك. فدي فعلا مشكله كبيره جدا. طبعا سعيد صابر بيقول صباح الفل، خسرني ناس كنت بحبهم جدا، وخسرنا الزيارات المنزليه واللمه الحلوه بتاعه الزمن الجميل، الحمد لله على كل حاجه. في احمد الناظر بيقول صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على حضرتك، اهم حاجه ما يؤثرش على دينك والتزامك بالعبادات. طيب دي كانت مجموعه من التعليقات والاجابات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا، في انتظار مزيد من اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال الحلقه، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع وهنرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. دلوقتي خلينا نروح نشوف مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان من اهم الماتشات اللي هتتلعب في ابطال افريقيا والدوري الانجليزي الممتاز. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم غلق شارع 26 يوليو بشكل جزئي. الغلق هيكون من أمام مسجد المغفرة بالاتجاه القادم من ميدان سفينكس في اتجاه شارع كورنيش النيل، والمدة يومين. هيبدأ الغلق من الساعة 12 الصبح لحد 5 الصبح بدون تعطيل للحركة المرورية. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية هيكون معادهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، أهمها مباراة الزمالك مع الترجي الساعة 6 بالليل، سان داونز مع الأهلي الساعة 9 بالليل. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 25 من المسابقة، أبرزها مباراة ليستر سيتي مع أرسنال الساعة 5 بالليل، وليفربول مع كريستال بالاس الساعة 10 لربع بالليل. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. بالليل الطقس هيكون بارد على كل محافظات الجمهورية، بس كمان في شبورة مائية الصبح ممكن تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا بقالنا كذا يوم حاسين بارتفاع في درجات الحرارة بالنهار بالتحديد. بالفعل احنا الحمد لله مكملين في الاستقرار والتحسن في الاحوال الجويه اليوم، وفي زياده لفترات سطوع اشعه الشمس على اغلب محافظات الجمهوريه. درجات الحراره اليوم تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى متوقع خلال فتره النهار تكون 21 درجه مئويه، فبالتالي هنحس بالاجواء المائله للدفء خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه، مرورا بالسواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، خاصة وقت الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس. الأجواء كمان هتكون دافية تماما على المحافظات الجنوبية جنوب الصعيد ده خلال فترة النهار. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس هتغيب هنبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة، هيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن الصغرى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية فترة الليل، خاصة ساعات الليل المتأخر،
فالأجواء لسه هتظل أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال فترة الليل على أغلب محافظات الجمهورية. كمان دايما الظاهرة الجوية المؤثرة معانا خلال فترة الصباح الباكر مع فترة التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية هو تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. يمكن اليوم تكونت على أغلب الطرق ويعني بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، فتقريبا ساعة بالكثير وهتبدأ الشبورة المائية تتلاشى من على أغلب الطرق لنصعد بالتحسن في الرؤية الأفقية. متوقع إن شاء الله من غدا الأحد يكون في ارتفاع في درجات الحرارة، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي هتبدأ تأثر علينا هتكون مصادر كتل هوائية قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية. وجود كمان امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي هنحس معاه بالارتفاع في درجات الحرارة. الارتفاع ده يا فندم مكمل معانا لحد امتى؟ الارتفاع ده هيكمل معانا لنهاية الأسبوع إن شاء الله، وهيبدأ طبعا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى 5 درجات. فغدا متوقع تكون 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع منتصف الأسبوع هتوصل 26-27 درجة مئوية. يمكن ظروف إن شاء الله تبقى يوم الثلاث والأربع الجايين ده ظروف ارتفاع درجات الحرارة، وزي ما قلنا هيكمل معانا لنهاية الأسبوع. فمهم جدا في الفترة دي ما ننخدعش بفترات الارتفاع والدفء، لأن الفترة دي تحديدا هتكون فترة تقلبات جوية في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض فترة النهار وفترة الليل وأيضا في الأسبوع الواحد. فمهم نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية حتى انتهاء فصل الشتاء. مهم كمان قائد مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر لازم تكون القيادة بهدوء تام، ولازم نتابع النشرة الجوية بصورة يومية، لأن زي ما بنأكد أن فترة شهر 3 كله ونهايته الفصول بتكون فترة تقلبات جوية حادة وسريعة. طيب بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة اليومين دول، لكن برضو مكملة معانا بعض الظواهر الجوية زي الشبورة زي ما حضرتك ذكرتي من شوية، لكن طمنينا هل ممكن يبقى في أمطار خفيفة؟ هل ممكن نبقى متعرضين لرياح محملة برمال أو أتربة؟ كلمينا عن الظواهر اللي ممكن نشهدها في الأيام دي. طبعا فرص الأمطار خلال الأيام القادمة مع وجود المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا ضعيفة جدا تكاد تكون منعدمة، فما فيش أي فرص سقوط أمطار على أي مناطق من مناطق الجمهورية خلال الأيام القادمة بإذن الله. بالنسبة لنشاط الرياح هيختلف من يوم ليوم، يمكن مع منتصف الأسبوع تأثيره أكثر هيكون في المناطق الغربية، وممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في غرب البلاد تحديدا، لأن هيكون في نشاط رياح جنوبي على المناطق الغربية في السلوم والمطروح، وده هيكون مع منتصف الأسبوع. لكن بصفة عامة نشاط الرياح أو سرعات الرياح معتدلة في أغلب مناطق الجمهورية، فبالتالي ده هيؤدي لاعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وهيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. مفيش قلق تماما من الأتربة أو الرمال المثارة، القلق بس من إن احنا ننخدع بفترة النهار وارتفاع درجات الحرارة ونخفض. ده اللي أنا كنت هكلم حضرتك فيه، يعني توصياتك بقى للناس وخصوصا الأطفال في المدارس اللي يبتدوا يحسوا بإن درجات الحرارة بدأت ترتفع شوية فيبتدوا يخففوا من هدومهم، فتوصياتك في الموضوع ده إيه؟ طبعا احنا بلاش تخفيف ملابس خلال الفتره دي تماما، لان احنا بنخرج فتره الصباح الباكر وده فتره الذهاب للمدارس او الاشغال، فالفتره دي لسه الجو فيها هيكون بارد الى شديد البروده. فتره النهار بالفعل مع وجود اشعه الشمس هنحس بالدفء وارتفاع درجات الحراره، نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل على الاقل لانتهاء فصل الشتاء تجنبا لاي نزلات برد. مهم كمان دايما قبل ما نخرج من البيت لازم نتابع النشره الجويه نشوف الاحوال الجويه ايه، لان دايما التغيرات الجويه في فصل يعني شهر 3 نهايه فصل الشتاء بتكون حاده وسريعه، فمهم جدا نتابع النشره الجويه قبل ما نخرج من البيت، ودايما تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء تكون الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر، ونشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، وان شاء الله السلام عليكم. بشكرك في النهاية شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة العظمى فيها 21 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 21-12، اسكندرية 19-13، العالمين الجديدة 19-13، مطروح 20-13، دمياط 20-11، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 11، العريش العظمى فيها 20 والصغرى 10، كاترين 18-3، طابة 20-13، حلايب 23-17، شلاتين 25-16، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 23-13.
الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 9، بني سويف 22.9، الوادي الجديد 25.8، أسيوط 23.7، سوهاج 23.8، قنا 26.9، الأقصر 25.10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 11. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وكمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة يعني أحوال الطقس. طبعا درجات الحرارة بدأت في الارتفاع شوية، ما ننخدعش بالدفء اللي بنشوفه بالنهار، نفضل لابسين لبسنا ونتابع النشرة الجوية علشان نوصل أشغالنا بألف سلامة واحنا مطمنين على درجات الحرارة. نرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة نكمل باقي فقراتنا معاه. شكرا لك. شكرا جزيلا. نهر أبي رقراق أو بور جراج في المغرب ده نهر صغير جدا بيفصل بين مدينة سلا ومدينة الرباط. وسيلة التنقل بقى في هذا النهر عبارة عن إيه يا جمانة؟ عبارة عن قوارب خشبية صغيرة ولونها مميز جدا بالمناسبة. دي طبعا عارف بيبقى نفس الشكل أو الصورة المعتادة بالنسبة لنا في البندقية أو فينس، هي نفس الشكل كده. القوارب دي الحقيقة موجودة من سنين طويلة جدا، عشان كده بتجذب أعداد كبيرة جدا من السياح اللي بيستخدموها للوصول لقلعة الوداية اللي بيعود تاريخها لعدة قرون. على مياه نهر أبي رقراق المتعرج في المغرب والذي يفصل بين مدينتي سلا والرباط، تنقل القوارب الخشبية الزرقاء الصغيرة الناس من ضفة إلى أخرى، وهذا تقليد قديم متوارث عبر الأجيال. ويقول أصحاب القوارب إنهم فخورون بالتمسك بهذا التقليد الذي يعد تذكيراً بالماضي الذي لم تكن قد بنيت فيه الجسور أو استخدمت وسائل النقل الحديثة الأخرى. الماضي تتواس على كل الاب ديالو كان هنايا، كل جدو كان هنايا، فهمتي؟ وكل الحذية هذه ما يمكنش اي واحد غيجي، هي بحال الشكل ديال الطاكسيات، وهذه هي قريمه، هي بحال معدونيه تتسمى قريمه. ويقول محمد اليديني وهو صاحب مركب لنقل المسافرين ويبلغ من العمر 53 عاما ويؤدي هذا العمل منذ ان كان طفلا. كاينه مدينه الرباط على اليمين ديالنا وكاينه مدينه سلا على اليسار ديالنا، وهذا الوادي تسمى واد بورغراك، هو اللي يفصل الضفتين، هذه الضفه ديال مدينه الرباط والضفه ديال مدينه سلا. وكاين الناس اللي تيبغوا يتجنبوا هذا البوتياج ديال الطريق، تيبغوا يستعملوا هذه القوارب باش تجيهم سهله، اللي قريب ساكن قريب في المدينه تجي القوارب تجي سهله يقطع بها المدينه ديالها. وأكد أنه يتم استخدام الخدمة في الغالب من قبل السياح الذين يتطلعون لرؤية قلعة الوادي القريبة والتي يعود تاريخها إلى قرون، كما أنه لا يزال هناك العديد من المغاربة الذين يقومون برحلاتهم اليومية عبر النهر. بكل تأكيد الموبايل مهم، لكن التعلق الزايد عن الحد بالموبايل بيسبب في بعض الأوقات أمراض. كلنا عن تفاصيلكم وعن معايشتكم للموبايل، هل انتم من الناس اللي بتستخدموا الموبايل باستمرار ولا لا، او الموبايل خسركم ايه؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك. ماما حنان بتقول صباح الخير، انا من متابعي صباح الخير يا مصر، الموبايل لغايه دلوقتي ما عملش معايا اي خسائر والحمد لله. طب كويس. في محمد اسماعيل بيقول صباح الخير على اجمل مذيعين من سوهاج، صباح الخير على حضرتك وعلى كل اهل سوهاج. يقول الموبايل ليه فوائد وعيوب، اكيد طبعا ليه فوائد وعيوب، لو عرفنا نستخدمه صح اكيد فوائده اكتر بكتير، لو استخدمناه غلط اكيد عيوبه اكتر بكتير. مروه عراقي بتقول صباح الفل، الموبايل خسر ناس كتير، خسرهم الاجتماعيات، خسرهم الاحترام في تبادل الاراء، خسرهم القيم الدينيه والاخلاقيه، الكذب زاد ومعايير الصح والغلط ما بقتش موجوده، علي الناس عدم تحمل المسؤوليه، لان للاسف في ناس وراهم التزامات وللاسف سايبين هذه الالتزامات عشان ماسكين الموبايل. علم الناس الجافة في التعامل، ده غير انه بيأثر على الانفعالات من كتر الشحنات اللي الجسم بيكتسبها، دي طبعا حاجه علميه انا ما اعرفهاش يعني. يا ريت الناس محتاجه تعدل طريقه استخدامه وترتب اولوياتها. انا عن نفسي يعني ما كنتش بسيبه لحظه، دلوقتي ما بمسكوش الا عند الشغل او حاجه ضروريه ومحتاجاه كده. جميل انك في النهايه وضحتي، لان انت قلتي مساوئ كتير قوي، لكن هو في النهايه برضو ليه مميزاته، فكويس انك وضحتي في النهايه ان في مميزات انت برضو بتحصلي عليها من خلال مسك الموبايل. طيب في هدى السعيدي بتقول رغم الفوائد الكتير من الموبايل من تعليم اكتساب مهارات والتعليم في مجالات كثيرة وكيفية حل المشكلات بتقابلنا في حياتنا، إلا أنه أصبح أداة
لبعد أفراد الأسرة عن بعضهم بالرغم من تواجدهم في مكان واحد وعند الزيارات سواء الأهل أو الأصدقاء. للأسف كل واحد بينشغل عن الآخرين بالنظر في الموبايل حتى يكاد ينسى وجوده في وسط عائلته أو أصدقائه. ياريت كلنا نحاول أننا نتحكم في الأوقات اللي بنستعمل فيها الموبايل، وخصوصا في الزيارات أو الخروجات سواء مع الأهل أو الأصدقاء، لأنه لا غنى عنه بس التنظيم حلو. صحيح، يعني ممكن نعمل حاجة برضو كويسة جمانة، احنا لو خارجين مع بعض ومتجمعين انا واصحابي مثلا نتفق ان كلنا نسيب الموبايلات. احنا دايما عندنا افيه كده في الخروجات يقولك ايه، احنا مش خارجين مع الموبايل، ومع ذلك برضو بنمسك الموبايل. كل واحد لو موبايله قرب يفصل شحن ولا حاجة يسيب الموبايل يقولك يا جماعة احنا مش خارجين مع الموبايل، ده عشان موبايله هيفصل شحن بس مش اكتر. ايوه صح يعني. صح، دي حقيقة فعلا. بس وعلى فكرة حتى لما الموبايل بيفصل او بيبقى خلاص قرب يفصل بتحس بتوتر كده مش مفهوم، يعني طب عادي ما يفصل، ايه اللي حصل؟ ما جراش حاجه عشان متعودين عليه للاسف. كريم العريان بيقول صباح الفل، فكره لسه جايه في دماغي ان الموبايل يتحط زي وشوش الكهرباء او وش مفتاح التكييف للحمايه من كميه الذبذبات اللي الواحد بيحس بيها في ايديه. في عادل شرف الدين بيقول صباح الخير عليكم وعلى جميع شعب مصر الغالي، من وجهه نظري الموبايل فيروس العصر، أوحش حاجة في حياتنا وبيخسرنا ناس كتير. ده علاء الشربيني. في كمان نسمة رشاد بتقول صباح الخير، الموبايل خسرنا لمة العيلة وخسرتني أقعد أفكر، الموبايل بقى أقرب حاجة ليا عشان أعمل سيرتش، ودي بقت بتخليني أكسل أفكر. صباح الورد، صباح الخير عليك. إنه يساعدك في إنك تعمل سيرتش ده حاجة كويسة مش حاجة وحشة، يعني بدل ما كنا لسه هنقوم ونفتح كمبيوتر ونقعد نقول لك طرق حلول كتيرة وأفكار جديدة. لا بالعكس، يعني أعتقد ممكن أنت بالنسبة لك لما كنت بتفكري برضو، في ناس لما بتفكر على فكرة هي بتحب تطلع حلول نفسها، تطلع حلول طبعا حسب. في فعلا الموبايل كويس في حياتنا بس بنستخدمه غلط، ده أبو محمد. في أستاذ طه عمر بيقول من دبي، أرسل لكم أرق تحية وأجمل الأمنيات، صباح الخير على حضرتك. أكيد الموبايل يعتبر بالنسبة للمغترب أكبر مسكن لآلام الغربة، فيجعل المغترب يتصل بالأهل والأحباب في أي وقت بعد أن كنا ننتظر الرسائل البريدية لأيام وأسابيع، غير الفوائد العديدة من إنهاء معاملات كثيرة في دقائق كانت تحتاج أسابيع، ومهما كانت أثاره الجانبية فهي أقل بكثير من فوائد. كلامه منطقي وعجبني. ما هو بقى احنا هنا لو حددنا ان انا هستخدم الموبايل وقت الحاجه فقط هعمل كل اللي حضرتك قلت عليه ده، يبقى كده فعلا انا بستخدم التكنولوجيا لاستخدام الامثل او بستغلها لاستغلال الامثل. انما انا ماسك الموبايل على صفحات التواصل الاجتماعي، بطلع من انستجرام، بدخل على الفيسبوك، بدخل على اليوتيوب، وباخد لفه بروح ابص على الواتساب والتليجرام، فعمال انا لف على الابلكيشنز بتاعه الموبايل. حتى الناس اللي من النوعيه دي تلاقيهم وهم قاعدين بيتكلموا فقط على الابلكيشنز بس، بيتكلموا فقط عن التطور اللي حاصل في الموبايل، لكن في نفس الوقت هم ما ادوش وقت لنفسهم، ما ادوش وقت لاصدقائهم، ما ادوش وقت لاسرتهم، ودي مشكله كبيره. اللي هو بيتكلم فيه ده كلام منطقي جدا وجميل طبعاً. حتى بالنسبه للمغتربين اكتر ناس حاسين بفوائد الموبايل. لا وفاكرين وقت كورونا برضو وقت الفيديو كولز لما كنا بنطمن على اهالينا، برضو اكيد ليه فوائد طبعا. بس فعلا احيانا احنا بننسى نفسنا في الموبايل، يعني فاكره لما كنا انا وانت بنتكلم يا شاذلي ساعات بجد بنبقى داخلين مثلا هننام، داخلين ننام خلاص، فنقول هنبص في الموبايل كده سريعا، فجاه تلاقي الوقت سحب ساعه ساعتين وانت مش عارف حتى الوقت اتسحب في ايه. يعني حتى ساعات بجد ما بنبقاش بنشوف حاجه مفيده، بس هو فعلا طول الوقت وانت عمال بتسكرول كده. صحيح، بيضيع وقت كتير جدا فعلا. في محمد اسماعيل، صباح الجمال عليكم، الموبايل مكسب مهم جدا ولو ان هناك بعض السلبيات في استخدامه، لكن مع مرور الوقت سوف تتحول تلك السلبيات الى ايجابيات حتى لو طال ذلك الوقت. على كل دي كانت مجموعه من التعليقات اللي جت لنا. دلوقتي ميعاد موجز لاهم الاخبار مع عالمي. شكرا لك شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية اطلع خلالها على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة وإنشاء محاور مرورية جديدة بإجمالي أطوال 177 كيلومترا، بما يسهم في تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية وتقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية.
غادرت سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتي سوريا وتركيا. ارتفع عدد قتلى الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا إلى أكثر من 50,000 شخصا، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد القتلى جراء الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى أكثر من 44,200 شخص، وبلغ عدد القتلى في سوريا أكثر من 5,900 شخص. قال مندوبون إن وزراء مالية مجموعة العشرين لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق بشأن وصف الحرب في أوكرانيا، ومن المرجح أن يختتموا اجتماعا في الهند في وقت لاحق اليوم دون بيان مشترك، وذلك بعد اعتراض الوفدين الصيني والروسي على إدانة صريحة لروسيا بسبب الحرب الأوكرانية. هذا ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، وتشمل الحزمة وهي العاشرة منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير من العام الماضي إجراءات مقيدة وموجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب. قال الجيش الأوكراني إن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة في البحر الأسود، وقالت القيادة العسكرية في المنطقة الجنوبية إن أسطول السفن الحربية الروسية في البحر الأسود تضاعف ليصل إلى 8 سفن، مشيرة إلى أن ذلك قد يشير إلى أن هجوما صاروخيا وضربات بطائرات مسيرة قيد الإعداد. وأوضحت القيادة العسكرية الأوكرانية أن من بين السفن فرقاطة مسلحة بثمانية صواريخ من طراز كاليبر. جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على ضرورة فتح جميع الملفات خاصة المتعلقة بالفساد ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الصحة، حيث شدد الرئيس التونسي على أن الحق في الصحة يمثل حقا من حقوق الإنسان، وعلى الدولة تطبيقه في كل مناطق البلاد. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البرازيل إلى 57 قتيلا، ودمرت الأمطار الغزيرة مناطق ساحلية في ولاية ساو باولو شرق البرازيل، وتسببت في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية. هذا وقالت حكومة ولاية ساو باولو إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في حين تتواصل جهود البحث والإنقاذ، إذ لا يزال العشرات في عدد المفقودين، مشيرة إلى أن أكثر من 4,000 شخص أجبروا على ترك منازلهم. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. من الأدوار المهمة اللي بيقوم بيها متحف الحضارة المصرية هي إقامة فعاليات كبيرة وفعاليات متنوعة، وده لحماية تراثنا وعشان نعرف أو نعرف أولادنا بهذا التراث المميز. ومن هذه ضمن هذه الفعاليات المهمة ورشة للتعريف بفن من أهم الفنون. صحيح يا أستاذ لينكن، ضيفتنا النهارده كمان اختارت ان مبادرتها تكون لعمل عرائس من الخيط والابره، واختارت عرائسها عشان تكون الوسيله للتعريف بماضينا وتراثنا العريق بطريقه كمان مختلفه وطريقه تقدر توصل بيها كل رسائل هي عايزه توصلها لنا. خلينا نتعرف اكتر على هذه المبادره وقصه كشك العرائس من صاحبتها الاستاذه منى درويش. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور. صباح الخير عليك. طيب يمكن احنا بنتكلم عن فن مختلف، مصححي لو انا قلت الاسم صح. طيب. اميجرومي. اوكي، كلميني بقى عن الفن ده، ايه قصته، بدايته معاكي ازاي؟ هي بدايته معايا تقريبا من 2017. هو عباره عن عرايس بتتعمل بالابره والخيط. هي الفكره كلها خيط وابره،
وبيطلع لنا المنتج اللي موجود عندنا ده وعرايس، مش عرايس بس، هي جميع الاشكال ممكن نعمل منه، حيوانات، عرايس، بيوت، كل حاجه ممكن تتخيليها. خيط وابره. خيط وابره. هي عباره عن خيط وابره وبنحشيها من جوه فايبر بس. يعني مش داخل فيها اي حاجه، مفيش بلاستيك، مفيش اي حاجه. لا هي كلها منتج امن، كلها عباره عن خيط وابره، يعني ما فيش الا لو عايزينها تبقى ثابته اكتر بنحط زي سلك معدني كده من جوه، بس بيبقى امن برضو. مش باين اصلا، يعني انت لما تشوف العروسه هو مش باين. ده الفن ده اصله فين اصلا؟ ياباني. ياباني. اصله ياباني، يعني هو احنا واخدين الفكره كلها من اليابان. طيب ايه اللي خلاكي اصلا تروحي الموضوع ده؟ اولا حبي للموضوع، ثانيا ان انا عايزه اوصل التراث المصري لكل بيت موجود، يعني داخل كل بيت. ان انا عايزه اوصل للاطفال بالاخص يعني ايه تراث مصري، يعني ايه فراعنه، يعني ايه، بدل الحاجات دي مع الوقت بتنتثر يعني بتضيع، فاحنا عايزين نوصلها للاطفال. ده كان هدفك من الموضوع؟ كان الهدف الاساسي، ومش كمان داخل مصر بس، ده انا عايزاها كمان خارج مصر. يعني انا لما شاركت في متحف الحضاره كان في اجانب وفي مصريين بيقفوا وبيسالوني ايه ده، لان انا كنت قاعده يعتبر بشتغل بالحاجه، فعندهم شغف ايه المنتج ده بيطلع ازاي. طيب احكي لنا بقى عن قصه كشك العرايس اكتر. كشك عرايس هي صفحه على الفيسبوك. هي بدات كده الاول خالص صفحه، ان انا بدات اعرض المنتج بتاعي، بقيت لقيت الناس عليها اقبال عليها، بيتعمل ازاي، بدات ان انا اطور من نفسي، ان انا اخد كورسات، بدات ان انا اشتغل على نفسي اكتر، ان انا اطلع بقى الحاجات دي للنور. اشترك في ورش، اشترك في معارض، لان انا اشتركت في معارض تبع وزاره الاثار اكتر من مره، اخرهم كان متحف الحضاره. تم فيها تفاعل ما بيني وما بين الجمهور كبير جدا. يعني عايزين نعرف بقى ايه اللي حصل بالظبط في متحف الحضاره، الحضور كان عامل ازاي، الجمهور، الاطفال اللي كانوا موجودين، هل كان في تفاعل مباشر بينك وبينهم؟ كان في تفاعل مباشر ما بيني وما بينهم، مش اطفال بس، ده ناس كبيره كمان واجانب زي ما قلت حضرتك. بيبداوا يعني في منهم اللي بيبقى عايز يعرف، فبياخد مني المنتج يشوفه، يعني الحاجه دي بتتعمل ازاي. اسمها ايه دي؟ دي ملهاش اسم؟ لا متعودين ان مفيش عروسه. مفيش عروسه ملهاش اسم. هي الفرعونيه اسمها تيتي شيري. دي هنتكلم عنها دلوقتي. الفرعونيه اسمها تيتي شيري. دي انا مستخلصاها من زمان، كانوا طبعا الملايه اللفه معروفه، البيشه معروفه، الحاجات دي كلها معروفه عندنا من زمان. فبدات ان انا اشتغل اشوف ايه اللي كان معروف، ومش الحاجات دي في عندنا على مستوى كل مدينه زي خاص بيها. يعني احنا عندنا التلي، عندنا جرجار، عندنا الطب الصيني السيناوي، ففي حاجات احنا لو اشتغلنا عليها يعني هنعرف ان مصر ذات نفسها تراثنا مليان. طبعا بالظبط بالظبط. يعني طيب ممكن حد بيسمعنا، بالنسبه لنا احنا العرايس يمكن متعرف عليه اكتر مسرح العرايس، فن العرايس، هو الماريونات والاراجوز. بالظبط، ماريونات واراجوز. ايه الفرق بين اللي انت بتقدميه وبين الماريونات او الاراجوز؟ لا فرق كبير جدا. يعني المنتج في الخامات، الحاجات المستخدمه، في الفكره، في كل حاجه، يعني مختلفين تماما. يعني ودي اخف في الاستعمال. يعني الفكره، عشان برضو نوصل للساده المشاهدين الفكره، في انه ان بتوري الحضور او المشاهدين ازاي بتعملي العرايس دي، ولا بيكون في قصه وفي تفاعل مباشر من خلال قصه او حاجه بتحكيها؟ نقدر نعمل ده ونقدر نعمل ده، نقدر نعمل ورش لتعليم الناس ان الفن ده ينتشر اكتر ويخش في كل بيت مصري. ونقدر نعمل من خلالها محاكاه للاطفال. يعني تنفع زيها زي الاراجوز، احنا عارفين الاراجوز اتسجل على قائمه التراث العالمي. تمام. فدي كانت هي في الاول والاخر دميه، يعني في الاول والاخر عروسه، ومع ذلك اتسجلت على قائمه التراث العالمي. الحاجات دي احنا برضو لو احنا طورنا فيها اكتر والناس عرفتها اكتر، ممكن نوصل بيها لحاجه كبيره. يعني العرايس اللي موجوده دي رسومات بس انت عاملاها كعرايس؟ انا مصوراها لان انا بخش بيها معارض. فممكن تكون المنتج مش موجود معايا. فبناء عليه انا عملت لها زي لوحه ان هي اقدر اعرضها. طيب ايه قصه بقى تيتي شيري؟ تيتي شيري دي اول عروسه انا عملتها، يعني عشان كده اطلقت عليها تيتي شيري. بس فبناء عليه بدات الفكره تنتشر. فكرتها كويسه على فكره، وكويس ان احنا بنعرف الناس الحاجات دي. يعني في ناس كتيره بالمناسبه ما تعرفش كل هذه التفاصيل، وزي ما كنا بنتكلم من شويه ان احنا تراثنا غني.
وتراثنا مليان بالكنوز وفي كتير قوي تراث مادي وغير مادي. فالجميل في الموضوع ان احنا بنسلط الضوء على الحاجات اللي زي دي عشان الناس تعرف. انا بحاول بقدر الامكان. الورش اللي انا بدخلها تبع وزاره السياحه والاثار والمعارض اللي انا باخدشها في الحاجات دي بتخليني اتعرف اكتر على ال. طيب احنا عايزين بس نشرح للناس اكتر عن الصور دي عشان نقول دي ايه ودي ايه. دي تيتي شيري. تمام كده؟ تمام. طيب بالنسبه اللي جنبها دي عروسه المولد. دي عروسه المولد عادي خالص. دي عاديه خالص اللي دي معروفه عند الاطفال كبير والصغيرين بساعه مولد النبي بتلاقيها منتشره. انا شايف في كمان رسومات تانية في ظهر اللوحه دي. فممكن برضو نبص عليها. دي عرايس عاديه بقى مش من التراث، بس الفكره يعني ممكن تبقى كرتونيه مش لازم تراث، بس تبقى من الكرتون كمان. دي كمان في دي كمان فيها كمان ممكن برضو نبص عليها بصه. انا عامله هنا هنلاقي التنوره كمان في دي. في التنوره هنا اهي. وفي بقى الفلاح والفلاحه، يعني كل ده حاجات من التراث برضو زي ما حضرتك شايف عامله كل. بس العرايس دي اكيد مش كلها بتشترك في عرض واحد يعني. هي يعني انت مثلا لو عامله عرض وبتعرفي الناس حاجات، ولا بتجيبي كل العرايس مثلا وتقعدي بقى تعرفي الناس دي ايه ودي ايه؟ على حسب المعرض اللي انا داخلاه. يعني في معرض بيبقى طالب ان انا ابقى تراث بس، فبيبقى تراث بس ان انا اخد التنوره عروسه المولد التيتي شيري بس. في معرض بيبقى مفتوح ليا كل حاجه تراث وغير تراث، فبشترك فيه برضو الاثنين، اخد بقى كل حاجه معايا واعرضها. عظيم جدا. طب انت شايفه ايه يعني من خلال العرايس دي ومن خلال الفن ده؟ الحقيقه انا بالنسبه لي شايفاه حاجه يعني مهمه زي ما انت قلتي، ممكن توصلنا لشيء كبير في النهايه. وفكره ان انت تعرضي التراث والحضاره المصريه عن طريق العرايس دي، دي حاجه مهمه جدا. شايفه ايه اللي ممكن تعمليه او اللي عايزه تعمليه الفتره الجايه؟ انا الهدف كله ان انا اوصل الفكره دي لكل بيت مصري. ان هي اعرف الاطفال يعني ايه تراث، يعني الهويه المصريه، مش كمان بس داخل مصر والاطفال بس، لا كمان خارج مصر. يعني ايه الهويه المصريه، يعني ايه التراث، يعني ايه الازياء في كل مدينه. دي انا عايزه اوصلها لكل، مش زي ما انا قلت داخل مصر، لا كمان خارج مصر. يعني اللي يشوف المنتج ده يقول دي مصر بس. يعني الفكره كلها ان اللي يشوف المنتج دي ده منتج يعني مصري. بتدل على مثلا من خلال عروض مثلا، ولا من خلال انه العرايس دي تكون موجوده في السوق مثلا الاطفال تشتريها زي ما بتشتري العاب تانية. شايفه ازاي ممكن الاثنين؟ العروض دي اهم، لان هيبقى فيها تفاعل، افهم الناس يعني الفن ده بيتعمل ازاي، واشرح لهم كمان التراث المصري، ومن خلال بيعها في الاسواق. بتخططي كده يعني ان هي تبقى موجوده في الاسواق زي بقيه العرايس الموجوده بالظبط. بس اعتقد ان هي متعبه قوي في عملها، ويعني بتاخد وقت كتير. هي انت كل حاجه انت بتعملها بايدك، حتى التطريز الشعر كل حاجه. يعني مفيش حاجه فيها تدخل اللي هو الالات او المكن. لا انت ابره وخيط من كل حاجه. احنا ممكن نعلم الاطفال ازاي يعملوها. يعني نبقى عرفناهم تاريخها، فهماني؟ وكمان نعلمهم ازاي يعملوها. هو يا ريت الفكره دي تنتشر. انا حاولت فيها من 2017 ان انا اللي يسالني واقول له عايز تتعلم، لا تعالى اعلمك، تعالى اوريك الدنيا دي ازاي يعني بتطلع انت المنتج ازاي. في ناس بيبقى عندها شغف بتكمل، وفي ناس لا تلاقي الدنيا مرهقه ومتعبه عليها فما تقدرش، لان هي متعبه. يعني طبعا هي واضح ان هي مرهقه اكيد، مش سهله، وتفاصيل كمان والوان وحاجات كتير. بالظبط، يعني احنا بنستعمل كل حاجه حتى الالوان، يعني احنا بنستعمل فيها الوان برضو. طيب انت في حد تاني هنا في مصر الفكره دي؟ يعني هل الفكره حتى موجوده؟ في حد غيرك بيقوم بيها؟ في حد غيرك ممكن يعلم الفن ده؟ في ناس. عربيه كمان بتشتغل في الفن ده وبتعمل كورسات. بس طيب ناويه تعملي ايه؟ ناويه اعمل ورش عمل. يعني ناويه اعمل ورش عمل عن المنتج ده واعلم الناس، يعني تعلم الناس ازاي يصنعوا العرايس دي وازاي يوصلوا الفكره بتاعتها. وان انا اوصل فكره التراث المصري بالذات لكل البيوت المصريه يعني. طيب شايفه انه الشخص المفروض او ممكن يتعلم انه يعمل العرايس دي، ايه المهارات اللي لازم تكون عنده؟ يعني لازم مثلا يكون بيعرف يرسم، لازم يكون ايه؟ هل في مهارات محدده لازم تكون عنده، ولا اي حد ممكن يتعلمها؟ لا، هو اول حاجه لازم يكون بيحبها، يعني دي اساسي.
وبرضه زي ويكون عنده حس فني، يعني هي مش مجرد برضه خيط وابره وانا بشتغل وخلاص، لا لازم يكون عنده الحس الفني ازاي دي، لان هي بتتعمل بنسب، هي مش مجرد عروسه كده وخلاص. الالوان بنسب؟ لا يعني نسب العين، نسب البق، نسب طبعا عشان يبقى في توازن، حتى عشان يعني يبقى فعلا في توازن. فالحاجات دي كلها بتتعمل بنسب، لازم يبقى عنده الحس الفني دون، ولازم يبقى في نفس الوقت عنده حب للموضوع. لان هو لو مش بيحب الموضوع مش هيفهم. حتى الحس الفني في اختيار الالوان، في بالزبط. تناسق الالوان مع بعضها بالظبط زي ما حضرتك قلت كده. يعني بما انك بقى معانا النهارده في الحلقه، في حلقه صباح الخير يا مصر، واحنا عندنا كل حلقه بيبقى فيه سؤال مختلف. سؤال حلقتنا بقى النهارده، شايفه الموبايل خسرك حاجات كتير في حياتك ولا لا؟ يعني انا شايفه بان انت عندك موهبه وعندك فكره، انت في فن بتعمليه وحاجه بتعمليها طول الوقت، ممكن يكون الموبايل خسرك ولا فادك؟ لا هو فادني كتير. فادني كتير ان انا اتعلمت الفن ده من خلاله، ده اول حاجه. استعنتي الفن ده من خلال الموبايل؟ من خلال الموبايل، من خلال الانترنت. فوائد الموبايل طبعا. من خلال الانترنت دخلت وبحثت وقريت وطلعت بالمنتج ده اول مره، بعد كده بقى بدات اطور من نفسي. فهو لا مفيد، يعني مفيد الا لو الواحد استعمله بقى بزياده شويه، بس هو بالنسبه لي انا كان مفيد جدا. يعني اهو ادينا شايفين، يعني طبعا الموبايل ممكن يكون مفيد وممكن يكون مضر بشكل كبير، لكن تبقى حسب احنا استخدمنا ليه. على اي حال طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. منى درويش باحثه في الاثار ومؤسس مبادره عرائس تراثنا، ورتينا في صباح الخير. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. نرجع مره ثانيه بقى لسؤال الحلقه ومشاركات حضراتكم معنا في السؤال. السؤال هو موبايل مهم طبعا بس تعلق بيه مضر، قولوا لنا الموبايل خسركم ايه في حياتكم. كان من ضمن التعليقات احمد عطيه بيقول عرفني باجمل ناس في الدنيا. في ابو عبد الله بيقول صباح الخير عليكم، سهرت على النت كام يوم وما قدرتش اقوم الصبح اروح الشغل. لا دي خصم، دي ده مش مجرد خساره فلوس. في كريم الدين بيقول صباح الخير على احلى بلد في الدنيا كلها، صباح الخير على حضرتك. بيقول موضوع التليفون في مصر عموما ليه استخدامات كتيره جدا وشيقه، ويعتبر معاملات الموبايل الفتره دي بتكون في كل حاجه زي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وبحب اصبح على خالي طارق منير وعلى امي بقول لهم صباح النسكافيه. صباح الخير عليك. صباح النسكافيه عليك يا استاذ كريم. محمد فهمي بيقول صباح الفل عليكم، على فكره الموبايل لما باجي اقربه مني بحس بذبذباته، بحس كمان بدرجات القلب سريعه، عشان كده بحاول ان انا ابعد عنه. هو ليه ايجابيات طبعا، بس بقت حاجة مهمة بالنسبة لنا في الاستعمال الشخصي في أشغالنا بس وشكرا. موضوع الذبذبات ده برضو أنا مش هقدر أحكم، يعني دي محتاجة دكتور عشان يقول فعلا هل في ذبذبات بتأثر، هل بيؤثر على ضربات القلب أو لا. دي حاجة أنا مش مختصين يعني فمش نقدر نفيدك فيها بصراحة. في كمان يعني في نفس السياق يا شاذلي، أيمن أحمد الحسري بيقول موبايل مشكلة كبيرة جدا وبيؤثر على العين، أنا شخصيا لو استخدمته كتير بيعمل لي مشكلة وبحس بصداع كبير. نانا يوسف بتقول بيخسرني وقت طبعا لما ولادي بيسرحوا فيه، بس انا بحاول اعمل ضبط شويه فبقول لهم انا بحب اقعد معاكم واكلمكم واشدهم لحد ما يسيبوا الموبايل ونتكلم. في محمد البلاسي اتمنى اكون قلت اسم حضرتك صح، بيقول لا غنى عنه بس بيعلم الكذب. ليه بيعلم الكذب؟ ممكن من خلال الفكره اللي اتكلمنا فيها، فكره التصنع والمظاهر الكذابه مثلا. ما انا شخص كذاب وطبيعي ان انا هستخدم اي وسيله من الوسائل الموجوده واكذب عليه، يعني استخدمها في الكذب، لكن مالوش علاقه الموبايل خالص بالكذب. يعني بيعمل لي مشاكل وبحس بصداع، ده الاستاذ ايمن. هيثم احمد بيقول تحياتي هيثم جمعه من سوهاج طهطه، صباح الخير على حضرتك واهل وعلى اهل سوهاج. بيقول موبايل اصبح اهم وسيله ويصل الى الادمان وخاصه الاطفال والالعاب الالكترونيه. مودي نعيم بيقول مدمر للأطفال وإدمان ليهم والحمد لله على كل شيء. في صفوت حسن بيقول صباح الخير عليكم، صباح الخير على حضرتك أستاذ صفوت. بيقول هو على قد ما ليه فوائد بس أصبح كل حاجة في حياة الناس، يعني هو غالبا قصده أنه هو على قد ما ليه كمان أضرار وفوائد، هو كده كده أصبح شيء مهم في حياة الناس. طبعا بكل تأكيد شيء مهم جدا وضروري جدا ولا غنى عنه بكل تفاصيله، بغالبية كمان التطبيقات الموجودة عليه، لكن حسن الاستخدام هو ده اللي بيفرق من شخص للتاني. على كل ان احنا في انتظار مزيد من تعليقات حضراتكم عشان نقراها في حلقتنا النهاردة، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. We'll be right back.
بنصبح لحضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اجمل بدايه واجمل حكايه بمشيئه الرحمن. انت اقوى من رمسيس، انت اقوى من ليبرتيتي. اخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كره، هذه كره الابداع. ومحمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي أكد على قوة وصعوبة المباراة اللي هتحصل بين الفريقين، وخصوصا أنه يعني الفريق أو فريق سان داونز ضمن يعني منافسات دوري أبطال إفريقيا. قال كمان أن الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: مباراة سان داونز حضرنا لها كويس جدا، وخصوصا أننا بنواجه نفس المنافس القوي اللي بنواجهه دايما في نفس البطولة خلال السنين اللي فاتت، وكل فريق عارف قوة التاني كويس جدا، وده اللي هيزود صعوبة المباراة. وفي مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، فاز فريق الهلال السوداني على فريق القطن الكاميروني بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا. البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك أكد على أهمية مباراة الترجي التونسي اللي هتتلعب النهاردة في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: الزمالك فريق كبير، وهنلعب كل المباريات في كل المنافسات من أجل الفوز، لأن تصنيف الفريق في المجموعة مش في أفضل حال. مجموعة الزمالك أصبحت مشتعلة، وده بعد ما حقق فريق المريخ السوداني فوز صعب على فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0، وده خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد شهداء بنينة في ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022-2023. بخصوص مباراة ريال مدريد الإسباني وأتلتيكو مدريد اللي هتتلعب النهاردة، أكد أنشيلوتي المدير الفني لفريق الريال أن فريقه وفريق أتلتيكو مدريد بينافسوا بعض بقوة وبحماس كبير. وقال كمان أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: نحن بخير وفي ديناميكية جيدة، النهاردة يوم مميز وأتلتيكو هيقاتل ويحاول الفوز مثلنا تماما، وستكون مباراة جميلة مثل مباراة الكأس. بخصوص مباراة ليفربول وكريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي، أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ريدز أنه شاهد مباراة فريقه ضد ريال مدريد واللي خسرها بنتيجة 5-2 بدوري أبطال أوروبا علشان يتعلم ويستفيد من الدروس، وأكد أن فريقه قفل صفحة مباراة ريال مدريد ومركز كويس جدا على مباراة كريستال بالاس. اتعادل فريق ويفرهامبتون مع فريق فولهام بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود مرة تانية لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وشاذلي. نشكرك يا لميا، شكرا جزيلا. ولسه كلامنا عن الرياضة مستمر، والنهاردة يوم أفريقي حاسم سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات. الأهلي عنده لقاء حاسم أمام سان داونز للحفاظ على الأمال في عبور دور المجموعات الأفريقية. نفس الأمر الزمالك كمان هيواجه الترجي التونسي ويبحث عن فرصة عشان يبقي على الأمال في الصعود، خصوصا بعد خسارته ماتش وتعادله في ماتش تاني. ده طبعا بالنسبة للفرق. أما على صعيد المنتخبات، فإحنا عندنا منتخب الشباب عنده لقاء مهم جدا مع السنغال، وده لضمان الصعود للدور الثاني. مفيش حل غير الفوز عشان نصعد ونتأهل كمان. خلونا نتكلم أكتر بمزيد من التفاصيل مع الأستاذ محمد الجبالي الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الخير عليك يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ شاذلي. يا أهلا بيك. أهلا بحضرتك. النهارده خلينا نبدأ بمباراة الأهلي، ودايما مباراة الأهلي وسان داونز بيكون ليها حسابات مختلفة شوية. طبعا الأهلي النهارده مباراة مهمة جدا، وخصوصا إن دي تعتبر مباراة تانية للأهلي في المجموعة. سان داونز جاي يلعب الأهلي وهو متصدر المجموعة بست نقاط بعد فوز في مباراتين. الأهلي لعب مباراة واحدة أمام الهلال وخسرها، وكلنا شفنا الأجواء اللي كانت موجودة. شعار مباراة الأهلي النهاردة: اخدم نفسك بنفسك، وخصوصا أن الأهلي هيلعب مباراتين ورا بعض في القاهرة. بعد سان داونز هيلعب مع القطن الكاميروني،
وطبعا بالنسبه للاهلي لا بديل عنه سوى الفوز، وخصوصا ان هو خلال الفتره الاخيره رجع من بطوله كاس العالم الانديه، بعد كده لعب مع الهلال، خسر مع الهلال، عمل كامباك بسرعه امام اسوان في بطوله الدوري، يعيش انتعاشه جميلة في الدوري، ولكن في البطولة الأفريقية يريد التعويض أمام سان داونز، وخصوصا أن سان داونز يعتبر هو المنافس الرئيسي، وزاد من صعوبة مباراة النهاردة نتيجة مباراة الهلال بالأمس أمام القطن الكاميروني. يعني الهلال أصبح 6 نقاط وسان داونز أصبح 6 نقاط، والأهلي لا بديل له سوى الفوز. طيب تشكيل بقى، شايف التشكيل هيبقى إزاي؟ هل تعتقد أنه مثلا علي معلول ممكن يرجع باك شمال، محمد هاني يرجع كمان باك يمين، ايه اللي هيحصل توقعاتك للتشكيل؟ على ما اعتقد ان كولر مجهز الاسلحه الاكثر خبره في 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 المباراه. علي معلول لا جدال ان وجوده هيكون سبب رئيسي في 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 التشكيل، خصوصا ان هو ريحه المباراه اللي فاتت. كولر بسبب ضغط المباريات الافريقيه مع مباريات الدوري مع راجع من كاس عالم الانديه عمل روتيشن المباراه اللي فاتت مع اسوان، لان هو كان باصص لمباراه سان داونز وهو بيلعب مباراه اسوان، لذلك هيلعب بالقوه الضاربه وخصوصا في وسط الملعب وخط الدفاع، لان في انسجام دلوقتي خلال الفتره الاخيره في خط الدفاع لما ثبت محمد عبد المنعم مع محمود متولي، هيلعب على ما اعتقد هيلعب علي معلول وفي موجود محمد هاني، ديانج وحمدي فتحي هيبقوا في منتصف الملعب، هيستفيد هو طبعا بوجود كهربا زي ما استفاد به في مباراه اسوان، احمد عبد القادر، حسين الشحات، دي الملامح الاساسيه لتشكيل الاهلي، لان هو هيلعب بخطه هجوميه بحته لادراك الفوز امام سان داونز. عظيم. الاهلي مع اسوان كان فايق قوي في الشوط الاول، والشوط الثاني مش قادر احدد هل مستواه، هل بدا يلعب مثلا على حسب المباراه، المباراه محتاجه كده فانا بادي فقط، حتى ممكن يكون تغييرات مارسيل كولر بتقول حاجه زي دي برضو، لكن في النهايه في يعني امام الهلال كان مستواه مش احسن حاجه بصرف النظر عن الفوز او الهزيمه، كمان انا بتكلم على فنيات اللعيبه والانسجام ما بين اللعيبه ما كانش احسن حاجه. فهل نحكم على مباراه النهارده مع سان داونز من خلال رؤيتنا الاهلي مع الهلال ولا مع اسوان؟ لا، نحكم من خلال رؤيتنا مع أسوان، وخصوصا في الشوط الأول. في الشوط الأول حسينا أن الثلاث أهداف حتى جم في الشوط الأول، وطبيعة اللاعب المصري للأسف الشديد بعد ما جيت ثلاث أهداف الشوط الثاني الأهلي أصبح خلاص ضامن الفوز، بدأ يريح، بدأ الأمور تاخد مجراها اللي هو التقليدي العادي أن أنا ضمنت الثلاث نقاط. الشوط الأول تحديدا كان عبارة عن ردة فعل لمباراة الهلال، عايز يقول للجماهير ان انا لا، انا مباراة الهلال خسرتها باسباب تحدث عنها الكثيرين من النادي الاهلي، فعشان كده كانت ردة فعله قوية جدا في الشوط الاول من خلال مباراة اسوان. وفي الشوط الثاني الطبيعة العادية بتاعة اي لاعب مصري ان انت ضمنت الفوز، لعبت مباراة كويسة، بدأ يعمل تغييرات، بدأ يريح اللعيبة على أساس أنه هو برضو ماشي في خط متوازي، بطولة الدوري متصدر بلا هزيمة حتى هذه اللحظة في, 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 في جدول الدوري، وفي نفس الوقت بيبص على بطولة أفريقيا. فهو كولر كان مباراة أسوان بيبص على مباراة سان داونز بعد ما فاز في الشوط الأول على أسوان بثلاث أهداف. طيب نقاط القوة عند كولر والأهلي، والنقاط كمان نقاط القوة عند سان داونز، ويمكن خلينا نقول نقاط الضعف عند سان داونز اللي المفروض الأهلي يستغلها. سان داونز معروف من 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 يمكن الأهلي مع سان داونز التقوا مع بعض قبل كده 12 مرة. صحيح. والأهلي تفوق رقميا الفوز 6 مباريات وخسارة 3 مباريات. سان داونز معروف عنه أنه هو بيلعب الكرة السريعة والهجمة المرتدة بشكل مميز جدا يعني. ابرز نقاط الضعف في سان داونز وده على مدار السنين اللي فاتت خط الدفاع، خط الدفاع سان داونز بطيء جدا، وفي نفس الوقت بينقل الهجمات من خط الوسط لخط الهجوم بشكل سريع جدا، فدي نقاط تعتبر نقاط قوه في سان داونز. ان هو هيلعب، مؤكد ان هو هيلعب المباراه النهارده على الهجمات المرتده السريعه. بالنسبه لنقاط القوه في النادي الاهلي، على ما اعتقد ان الخماسي الهجومي هو اللي هيكون مفتاح الفوز للنادي الاهلي، وخصوصا لو تكلمنا عن الاطراف
محمد هاني وعلي معلول ده هيفكوا اللوغاريتم اللي ممكن يلعب بيه سان داونز، لان سان داونز من مصلحته ان هو يطلع بنتيجه ايجابيه، نتيجه ايجابيه اللي هي تعتبر التعادل على اقل تقدير، دي هتحطه في حته تانية خالص، وخصوصا انه هيبقى ليه مباراه تانية مع الاهلي في جنوب افريقيا. لكن بشكل عام سان داونز بيقدم كره حلوه جدا وكره ممتعه وكره سريعه زي ما حضرتك قلت. فكره اللعب على المرتدات ازاي مارسيل كولر هيتعامل مع حاجه زي دي؟ يعني اعتقد انه لازم هنا اللي هيامننا من الموضوع ده نص الملعب والدفاع، نص الملعب انه بيزيد مع الهجوم ويرجع على طول. المرتدات وخصوصا مع فرقه زي سان داونز حلها الوحيد بالنسبه للنادي الاهلي في التشكيله اللي موجوده الضغط العالي. الضغط العالي بمعنى ايه؟ بمعنى اني انا ما اديش فرصه من بدايه الدفاع لنقل الهجمات او ان انا ارسل كرات خلف ظهيري علي معلول ومحمد هاني. عشان كده اعتقد من المؤكد ان مدرب سان داونز هيلعب على الاطراف، لان هو علي معلول ومحمد هاني دايما بيطلعوا عشان يعملوا الاوفرات، فهو هيحاول بقدر الامكان يلعب على الاطراف. هنا هيبقى في دور حمدي فتحي واليو ديانج. قبل حمدي فتحي واليو ديانج بالنسبه للاطراف، هل هم في لياقتهم محمد هاني وعلي معلول عشان يرتدوا؟ محمد هاني بيعيش حاله جميله جدا. علي معلول ممكن الاصابه خلال الفتره الاخيره اللي تعرض عليها ممكن تكون اثرت على مستواه بشكل الى حد ما، ولكن محمد هاني يعيش حاله توهج كروي، وخصوصا ان هو سنه صغير ولياقته البدنيه عاليه جدا. يعني هنا ممكن يكون في ادوار لحمدي فتحي واليو ديانج في وسط الملعب ان هم يغطوا في حاله تقدم علي معلول ومحمد هاني. طيب ده بالنسبه للاهلي. بالنسبه بقى للزمالك كمان ماتش مهم جدا مع الترجي التونسي، وماتش مش سهل، وكمان يمكن حظوظ الزمالك صعبه شويه. هو زي ما قلنا على الزمالك زي ما قلنا على الاهلي هنقول على الزمالك، اخدم نفسك بنفسك، لان الزمالك بيعيش فتره صعبه للغايه سواء في بطوله الدوري او في بطوله افريقيا. الزمالك مباراتين احرز نقطه واحده، رايح للترجي، نتيجه مباراه الامس المريخ وشباب بلوزداد في مصلحه الزمالك بشكل كبير جدا، ان الفريق شباب بلوزداد اللي هو فاز على الزمالك اتغلب مباراتين، ولكن الزمالك برضو اختم نفسك بنفسك، لابد ان يخرج من هذه المباراه بنتيجه ايجابيه، لان بعد مباراه الترجي هيبقى في 3 مباريات للزمالك في القاهره متبقيين، منهم 2 في القاهره وواحده بره القاهره. المشكله الاساسيه بتاعه مباراة الزمالك النهارده ان الضغط الجماهيري اللي هيكون موجود، انا اعتقد ان هي بعد ما الاتحاد الافريقي سمح للالتراس الترجي ان هو يحضر المباراه، اعتقد ان دي الناس فاكره ان دي ممكن تكون نقطه سلبيه بالنسبه للزمالك، انا بعتبرها نقطه ايجابيه، وخصوصا التجارب السابقه كلها اثبتت ان فريق الترجي تحديدا الترجي التونسي بيلعب بره ملعبه افضل من جوه ملعبه، والدليل على ده ان هو خطف الفوز من شباب بلوزداد في الجزائر. عشان كده لازم الزمالك يستغل هذه النقطه بتاثير ايجابي وليس تاثير سلبي كما يتردد. يعني اللي تردد خلال الساعات الاخيره بعد السماح لالتراس الترجي ان هو يحضر المباراه ان ده هيكون في عامل ضغط للزمالك، بالعكس انا بعتبره ان هو هيكون عامل ضغط بالنسبه لفريق الترجي. عشان كده برضو بنقول للزمالك اخدم نفسك بنفسك النهارده. ايه وهي دايما الفرق الكبيره المفروض تتعود ان هي بتلعب في ضغط، جماهير مش جماهير، ارض مش ارض، وانا بلعب في ضغط 11 لاعب قدام 11 لاعب مهما كانت الجماهير موجوده. ده اعتقد انه مع الفرق الكبيره ما بقاش يفرق قوي او ما بقاش ياثر بشكل كبير، وخصوصا ان الزمالك فيه مجموعه خبرات. يعني انت لما تيجي تشوف اللعيبه الدوليين في الزمالك 11 لاعب، اللعيبه الدوليين في الترجي 10 لعيبه، متوسط اعمار فريق الزمالك مقارب لمتوسط اعمار فريق الترجي. الفرق هنا الفرق الوحيد ان الترجي هيدخل بمعنويات ان هو متصدر بست نقاط، الزمالك هيدخل بمعنويات ان هو دي تعتبر البدايه. عشان كده جماهير الزمالك عملت هاشتاج ليومين شغال، نعتبر البدايه من رادس، يعني بيحاولوا بقدر امكان ان هم يحفزوا اللعيبه، رغم ان ملعب رادس بالنسبه لفريق الزمالك تاريخيا مش على يعني ملوش ذكريات حلوه ان هو لعب 3 ماتشات قبل كده ويمكن فاز في مباراه واحده، ولكن انا بعتقد تحديدا مباراه الزمالك هي النهارده هي مباراه لعيبه في المقام الاول، لعيبه هي
اللي هتقدر ترجع من جديد في البطولة الأفريقية الغايبة عن الفريق منذ 21 أو 22 سنة، وخصوصا أن الأجواء خلال الأسبوع اللي فات أو العشر أيام اللي فاتوا بعد مباراة سموحة تم تأجيل مباراة سيراميكا للنادي الزمالك في الدوري عشان يستعد كويس، ده بالإضافة إلى أن فريق الزمالك تحديدا دايما بيتأثر بالأجواء الخارجية الخاصة بالنادي، والأجواء الخارجية الخاصة بالنادي خلال الأسبوع اللي فات كلنا نشهد أن هي هادية ومستقرة، وخصوصا بعد إيه قايد الثلاث لاعبين الصفقات الجديدة، فكل الأمال وكل الفرص موجودة للزمالك أن هو بنتيجة إيجابية، إن ما كانش الفوز يبقى التعادل. طب على ذكر بقى الصفقات الجديدة، نشوف الصفقات الجديدة في الماتش قدام الترجي، خاصة لو هنتكلم على منسي مثلا شبانة. هو فيريرا قال في المؤتمر الصحفي امبارح تكلم على موضوع الصفقات الجديدة، ولكن عقلية فيريرا تحديدا من النوعية اللي هو أي لاعب بيدخل جديد على الفرقة بيقعد وقت عبال ما ينسجم، فبتبقى ممكن تكون في صعوبة إن هو يبدأ بالصفقات الجديدة، ممكن يبقوا في دكة البدلاء يستفيد منهم في أي وقت، وخصوصا في الشق الهجومي على حسب مجريات المباراة. على ما أعتقد إن هو هيحافظ على التشكيلة الأساسية اللي لعب بها مباراة المريخ، إن لم يكن هناك تغيير أو تغييرين على الأقل في تأمين خط الوسط. أنا أعتقد إن فيريرا النهاردة هيركز قوي إن هو يمتلك منتصف الملعب، لأن فريق الترجي في وسط الملعب تحديدا فريق يعتبر شرس جدا، ولما بيمتلك نص الملعب بيبقى بيسبب خطورة كبيرة جدا على مرمى المنافسين. طيب احنا هنتكلم دلوقتي بالتفصيل طبعا عن التشكيل المتوقع، لكن شايف فيريرا بعد عودته اللي هي الاخيره، يعني بعد طبعا كل الفرق في العالم كله بتتعثر طبعا، اي فريق ممكن يتعثر في اي دوري من الدوريات الكبرى، لكن في النهايه عوده هذا الفريق بتفرق، وبيكون عامل اساسي في عوده هذا الفريق هو الاستقرار، وان المدير الفني الموجود لو ما اتغيرش يتدارك اخطائه، وفيريرا عمل ارقام كويسه جدا مع نادي الزمالك خلال الموسمين اللي فاتوا. بعد قرار بتاع مجلس إدارة الأخير بإقالة فيريرا وبعدين عودته تاني يوم، هل أنت شايف أنه هو فيريرا اللي كان موجود؟ هو الأجواء نفسها ما ساعدتش فيريرا على أنه هو يعني يمكن النتائج اللي حققها فيريرا، وخصوصا آخر 12 مباراة للزمالك، لما الزمالك يلعب 12 مباراة يفوز في مباراتين فقط في بطولة الدوري ويتعثر في كثير من المباريات سواء بالتعادل أو بالخسارة، دي بتأثر مش على المدرب بس، ده على المدرب وعلى اللعيبة. فيريرا في الولاية الأولى أحرز بطولة دوري وكاس، والولاية الثانية أحرز بطولة دوري وكاس، ولكن الأجواء اللي حصلت رحيله ثم عودته مرة أخرى تم تداركها بسرعة، وحيتم تداركها أكتر في مباراة الترجي لو رجع بنتيجة إيجابية، لأني أنت عندك البطولة الأفريقية بالنسبة للزمالك هذا الموسم هي تعتبر التارجت رقم واحد بعد يمكن ارتفاع الفارق النقاط في بطولة الدوري، رغم أن بطولة الدوري رقميا لسه طبعا مشوار طويل، ولكن فيريرا قدامه فرصة كبيرة قدام، يعني لسه ما خلصش اللي عنده، يعني لسه ما خلصش اللي عنده، واتمنى انا واحد من الناس مثلا اتمنى ان فيريرا الحاله اللي عاشها مع جمهور الزمالك يمكن تاثرت شويه خلال ال 15 يوم اللي فاتوا، ممكن هو يحاول بقدر الامكان يرجعها من جديد، ومش هيرجعها من جديد الا من خلال النتائج وخصوصا بطوله افريقيا. ماتش اخر كمان مهم وبطوله اخرى مهمه برده جدا، منتخب الشباب النهاردة ماتش مهم أمام السنغال، شايف أداء منتخب الشباب حتى الآن إزاي؟ شايف المباراة إزاي؟ رقم واحد، منتخب الشباب أداء ونتائجه لم تكن ترضي أي من الجماهير أو المتابعين للشارع المصري، ولكن لو جينا نتكلم على منتخب الشباب هنتكلم باستفاضة كبيرة في حاجات كتيرة جدا غير مرغوب فيها، ولكن أنا يؤسفني أن أنا أقول أني ما ينفعش مسؤول في اتحاد الكورة أو مسؤول في وزارة أو مسؤول عن كورة في مصر يتكلم بهذه الطريقة على مدرب لسه قدامه فرصة إن هو النهاردة ممكن يفوز ويبقى أحسن توالت، وممكن يتقدم إن أنت بعد المباراة اللي فاتت أمام نيجيريا لقينا المسؤولين كلهم بيطلعوا
للاسف الشديد مسؤولين مش نقاد، يعني احنا لو اتكلمنا كنقاد هنقول ان احنا بننتقد، ولكن مسؤولين بيطلعوا يهاجموا المدرب، ومسؤولين من داخل اتحاد الكوره يقول لك احنا ما اخترناش المدرب، المدرب لا لا، ده كلام ما ينفعش خالص، وخصوصا ان انت قدامك فرصه. الكلام ده يتقال بعد ما نخلص بعد لو الفرصه ضاعت، لكن احنا حتى الان لسه قدامنا فرصه. طب فنيات اللعيبه، انا عايز اعرف هل احنا عندنا خامه كويسه نبني عليها؟ هو الخامه موجوده، ولكن الاعداد لم يكن موجود بالشكل الجيد، وخصوصا ان احنا في منتخبات عموما، سواء منتخب التركيز بيبقى دايما على المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، منتخبات محتاجين اعاده صياغه من جديد في المنتخبات الاقل سلا، وخصوصا في مراحل الاعداد. يعني شوف السنغال مستواها ازاي، أيوة، نيجيريا مستواها ازاي. ايه المشكله عندنا في الاعداد؟ المشكله عندنا في الاعداد ان هي ما فيش اعداد بتخطيط سليم، ده بالاضافه الى الاختيارات بتبقى فيها نسبه كبيره من المجاملات، وده ملف كبير جدا هيتفتح في حاله تعثر المنتخب او بعد انتهاء البطوله، لان في ناس كتيره متحفزه وفي اسرار كتيره هتطلع، وخصوصا ان في مسؤولين كبار طلعوا وقالوا احنا مش هنسيب موضوع اختيار مدربين المنتخبات بهذا الشكل وبهذه عدم الدراسه وعدم الوعي، ولما نيجي نختار اجهزه فنيه بنرجع تاني نقول طب بنختار اللعيبه على اي اساس؟ هل زي الاهلي والزمالك، زي المنتخب الكبير بنجيب من الاهلي وبنجيب من الزمالك، ولا في لعيبه افضل؟ نيجي بعد كده لفترات الاعداد، انت فترات الاعداد هنا هو انت داخل على بطوله افريقيا يبقى تعمل فترات اعداد مناسبه لبطوله افريقيا، داخل على بطوله عالم تعمل فترات اعداد مناسبه لبطوله عالم، وخصوصا ان المنتخبات الاقل سنا دي هي المفروض الرافد للمنتخب الاول، هي اللي هتشيل طبعا، هي اللي بتشيل بكل تاكيد يعني. طيب احنا بس فاتنا نتكلم عن التشكيل المتوقع لمباراه الزمالك النهارده. التشكيل المتوقع لمباراه الزمالك انا على ما اعتقد يعني من وجهه نظري ان فيريرا هيلعب بالعناصر اكثر خبره، يعني عندنا محمد عواد في حراسه المرمى، عندنا محمد عبد الشافي في الجبهه اليسرى، خصوصا ان احمد فتوح ما سافرش، ممكن يرجع حمزه المسلوسي بعد عودته من الاصابه، او عمر جابر في الناحيه اليمين، عندنا في الارتكاز هيكون في محمد عبد الغني ومعاه حسام عبد المجيد، في وسط الملعب في دونجا، في عندنا احمد سيد زيزو، في احمد سيد زيزو، في يوسف اسامه نبيه، في سيف جعفر، في سيف الدين الجزيري. هو هيلعب بالتشكيله اللي هي هتديله التوازن الدفاعي والهجومي، وخصوصا ان فيريرا على ما اعتقد ان هو في بدايه اول ربع ساعه من المباراه هيحاول بقدر الامكان يمتص حماس الجماهير وحماس لاعبي الترجي باللعب في وسط الملعب والاحتفاظ بالكره باكثر. مش هيهاجم في البدايه؟ لا، ما اعتقدش ان هو ممكن يهاجم في البدايه، لان فريق الترجي هينزل اول ربع ساعه، هينزل هيكشر عن انيابه الى ان تستقر الامور وتبدا الامور، تبدا في اللعيبه 11 لاعب وسط 11 لاعب، ودي دايما ميزه فريق الترجي او ميزه فرق شمال افريقيا، ان هي اول ربع ساعه دايما بتنزل بتكشر عن انيابها مع الحماس الجماهيري، فلازم انت في 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 حالات زي كده لازم تكون تمتص هذا الحماس ان انت تعدي اول ربع ساعه بشكل سليم يعني. طيب توقعاتك ل في عندنا كده ثلاث ماتشات مهمين، اهلي وسان داونز، زمالك، ترجي تونسي، والمنتخب منتخب الشباب والسنغال، توقعاتك للثلاث ماتشات؟ توقعاتي ولا امنياتي؟ لا توقعاتك. توقعاتي، توقعاتي ان الاهلي هيفوز والزمالك ممكن يرجع بالتعادل او يخطف فوز ويحافظ عليه، ومنتخب الشباب هيبقى الامور بالنسبه له صعبه قدام منتخب السنغال، لان منتخب السنغال من الفرق المرشحه للفوز بالبطوله، وبيضم لاعبين على اعلى مستوى، ويمكن المباراتين اللي لعبهم يعني اظهروا قوته يعني. يمكن انا اتمنى، ده توقعاتي، اتمنى ان احنا طبعاً يبقى يوم مصر خالص الزمالك يفوز والمنتخب، وخصوصا ان احنا بعدين الاسبوع ده قوي عن فكره الابيض والاحمر، وبنعيش اجواء افريقيه صحيح. وبنعيش اجواء ان الاهلي يفوز فيها والزمالك، الدعم طبعا لكل من يمثل الكره المصريه. كل شكر ليك طبعا، شرفتنا ونورتنا استاذ محمد الجبالي، نائب رئيس القسم الرياضي بجريده وموقع فيتو، شكرا جزيلا ليك. شكرا، الله يخليك. اسمع مشاهدينا، التاسعة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لمية حمدين، تفضلي يا لمية. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية اطلع خلالها على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة وإنشاء محاور مرورية جديدة بإجمالي أطوال 177 كيلومترا، بما يسهم في تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية وتقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية. غادرت سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتي سوريا وتركيا. ارتفع عدد قتلى الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا إلى أكثر من 50,000 شخص، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد القتلى جراء الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى أكثر من 44,200 شخص، وبلغ عدد القتلى في سوريا أكثر من 5,900 شخص. قال مندوبون إن وزراء مالية مجموعة العشرين لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق بشأن وصف الحرب في أوكرانيا، ومن المرجح أن يختتموا اجتماعا في الهند في وقت لاحق اليوم دون بيان مشترك، وذلك بعد اعتراض الوفدين الصيني والروسي على إدانة صريحة لروسيا بسبب الحرب الأوكرانية. هذا ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، وتشمل الحزمة وهي العاشرة منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير من العام الماضي إجراءات مقيدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب. قال الجيش الأوكراني إن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة في البحر الأسود، وقالت القيادة العسكرية في المنطقة الجنوبية إن أسطول السفن الحربية الروسية في البحر الأسود تضاعف ليصل إلى 8 سفن، مشيرة إلى أن ذلك قد يشير إلى أن هجوما صاروخيا وضربات بطائرات مسيرة قيد الإعداد. وأوضحت القيادة العسكرية الأوكرانية أن من بين السفن فرقاطة مسلحة بثمانية صواريخ من طراز كاليبر. جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على ضرورة فتح جميع الملفات خاصة المتعلقة بالفساد ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الصحة، حيث شدد الرئيس التونسي على أن الحق في الصحة يمثل حقا من حقوق الإنسان، وعلى الدولة تطبيقه في كل مناطق البلاد. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البرازيل إلى 57 قتيلا، ودمرت الأمطار الغزيرة مناطق ساحلية في ولاية ساو باولو شرق البرازيل، وتسببت في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية. هذا وقالت حكومة ولاية ساو باولو إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار، في حين تتواصل جهود البحث والإنقاذ، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن أكثر من 4,000 شخص أجبروا على ترك منازلهم. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منذ فجر الإسلام وعبر مختلف العصور والأيام، حفل التاريخ الإسلامي بالمواقف المشهودة والأقوال المأثورة، وسطعت شمس الحقيقة واستبان نورها هداية وهدى. مواقف إسلامية، إعداد وتقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام. كل سنة وحضرتك طيب. صح، سلام. منورني يا أستاذ شحات. الله يبارك فيك. الصوت ده ما ينفعش يختفي.
خامة الصوت والطبقة دي ما ينفعش تختفي. سنة الحياة يعني. احنا سعداء جدا الحقيقه بحضرتك، لكن يعني وحضرتك غني طبعا عن التعريف استاذ شحات الحورابي، لكن يعني كتير من اللي بيسمعوا الراديو خصوصا اذاعه القران الكريم اتعود يسمع صوت الاذاعه الكبير شحات الحورابي اللي كان يطل علينا بشكل شبه يومي لمده 35 سنه من خلال برامجه قطوف من حدائق الايمان وفي رحاب السنه الاسلام والاداره مواقف اسلاميه. 35 سنه من يعني صوت ذهبي، والحقيقه يمكن ناس كتير قوي ارتبطت بهذا الصوت الشاذلي. انا من الناس دي وكنت لسه بنتكلم قبل الهوا يعني كنت بدي له المقدمه كده بتاعه البرنامج. صوت مميز الحقيقه وما ينفعش فعلا نفتقده، اثر فينا كلنا وتاثرنا بيه. النهارده بيشرفنا الاذاعي الكبير الاستاذ شحاته العرابي اللي بالمناسبه عامل حاله كده من الزعل والحزن على السوشيال ميديا لمجرد بلوغ سن المعاش، ودي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده ان الناس تتعلق بهذا الشكل بالمذيعين، وخاصه طبعا اذاعه القران الكريم اللي ليها عندنا كلنا مكانه كبيره جدا. لكن الناس كتيره قوي على السوشيال ميديا زعلانه يا استاذ شحاته، متضايقه متاثره جدا. ماشي الحمد لله، يعني ما دام الواحد يعني ادى يعني عمله بامانه وابتغاء مرضات الله، فيعني دي سنه الحياه، بيرضى بقدر الله وقضاء يعني. طيب يمكن حضرتك في لقاء حضرتك قلت يمكن كل اللي حصل على السوشيال ميديا والحب اللي وصل لحضرتك كان علقت عليه بهل الجزاء والاحسان الا الاحسان فعلا. فكره انه كل الناس دي تبقى زعلانه ان هذا الصوت هيغيب عنهم لبلوغ حضرتك سن المعاش، وناس كتير جدا بتطالب ان حضرتك تستمر وصوت حضرتك يفضل موجود، تابعت كل ردود الافعال دي ازاي؟ عرفتها ازاي؟ خاصه حضرتك بتتكلم معانا قبل الهوا قلت لنا حضرتك مش متابع جيد ابدا لمواقع التواصل الاجتماعي. نعم والحمد لله يعني ربنا يعني قيد لي بعض الاشخاص المحبين قاموا بعمل صفحه ليا وعمل قناه وجزاهم الله خيرا، لانهم امناء بصراحه على العمل. كل ما اقوله في الاذاعه او اقدمه في اي مكان يبذلون الجهد لتقديمه للناس، الحمد لله رب العالمين. لكن انا يعني انسان ملتحق قبل الهواء، مكتبي كتبي يعني يعني اغلب وقتي قدام الكتب وقدام خصوصا الكتب التراثيه يعني الحمد لله. انت عارف ان في ناس بتطالب ان احنا ان اذاعه القران الكريم تمد لحضرتك، في مطالبات على السوشيال ميديا بكده. دي مساله صعبه جدا يعني. انا يعني مش هندخل في تفاصيلها، بس ده بيعبر عن حب الناس لحضرتك. طب عايزين برضو لله. عايزين نبدا ونتكلم من البدايه. انا عايز اقول لك يا استاذ محمد، انا لم اطلب حب الناس ولم اسعى اليه طبعا، ولم اسعى للشهره، ولكن انا بصراحه قدمت عملي وكل كلمه كنت بقولها ابتغاء مرضات الله الحمد لله، واتمنى ان ربنا يكون راضي عنها يا رب. طبعا عايزين نبدا الموضوع من البدايه منذ التحاقك باذاعه القران الكريم. التحاق يعني سبق قبل كده يعني قبل الالتحاق كنت انا معتاد ان انا اتردد على مدرس اللغه العربيه مدرس التاريخ ولفت انتباه مدرس التاريخ صوتي وانا بكلمه بعد ما حصلت على النتيجه الحمد لله وكنت داخل كليه اداب، فقال لي على فكره شحاته انت صوتك اذاعي ويشبه صوت الراحل الله يرحمه الاستاذ احمد سمير، ده كان كلامه يعني. فانا اختزنت ده في الذاكره ومرت الايام، وبعد كده بزور برضو عمي في البنك الوطني للتنميه اللي كان رئيس البنك الوطني للتنميه عمي محمد زكي العرابي الله يرحمه، فقال لي برضو انت صوتك ينفع للاذاعه. انا كنت في ذلك الحين اعمل في دار ماي الوطنيه للنشر، اقوم بمراجعه الصحف والمجلات في دار مايو، لان دار مايو كانت كبيره جدا، كان رئيسها الاستاذ عبد الله عبد الباري الله يرحمه، وكنت مستمتع بمساله المراجعه والتصحيح ولقيت نفسي فيها مدقق لغه الحمد لله. وطلبت بناس الحمد لله لهم خبره ما يقرب من 30 سنه، بس انا لحبي برضو العمل هناك، وده ابي انا يعني كان معادي الشغل بتاعي من 9 ل 3 واخلص انا، وفتره ثانيه من 3 ل 9 بالليل، فانا كنت بواصل العمل من 9 ل 9 بالليل، لان عايز احفظ كل مفردات العمل عشان ما اكونش عالة وحد يقول لي انت غلطت او انت جاي بتشتغل ازاي معانا وانت ما بتعرفش حاجه. فانا كنت دؤوب الحمد لله ان انا ايه اعرف كل حاجه، فاخدت كل ما لديهم من خبرات كل اللي قاعدين بقوا. بعد فتره من 6 اشهر تقريبا هم نفسهم بيسالوني
يعني دي نعمل فيها ايه، دي صح ولا غلط. اصبحت مرجع يعني. الحمد لله يعني. بعد كده لما كان في اعلان عمي قال لي انا اقدم لك، والله دخلت ما دخلتش، ما دخلت انت وكفاءتك يعني. في الاذاعه عامه ولا في اذاعه القران الكريم؟ في الاذاعه، لا في الاذاعه عامه. وانا كان اعتقادي ان انا صعب جدا ان انا اخش اذاعه القران الكريم، لان انا كنت بعتقد ان كل اللي عاملين فيها لابد يكونوا حافظين القران كله، ده كان تخيلي. لا يسمح لهم باي خطا ايا كان ولو يعني هفوه. يعني كنت متخيل ان انا كاني بسمع القران ما فيش خطا. فقلت لا، ده انا ربما اروح مثلا البرنامج العام، اروح صوت العرب. فلقيت الحمد لله لما دخلت الاختبار، طبعا كان الصوت اول ما الاستاذ علي عيسى الله يرحمه سمع الصوت في اللجنه قالوا لي بقى يعني قالوا ده صوت اذاعي من الدرجه الاولى، يعني هو راجل قال كده الله يرحمه. بعد كده بالنسبه للغه انا ما كانش عندي الرهبه شديده، لان الحمد لله ممارستي للعمل في دار مايو في الصحافه والتدقيق كان مديني الحمد لله نوع من الثقه، لان انا كنت بمشي في الدار لو لقيت حتى ناس قبل مني ب 15 سنه ب 20 سنه بيغلطوا، فالخطا بيضرب في ودني اقول لهم لا ده في خطا، يكون مثلا ممكن في المانشيت الكبير بتاع الجريده يعني قالوا لا خطا فيها، ورئيس القسم حتى يكون هو اللي بيراجع مش واخد بال، بس انا سمعت الخطا ضرب في ودني، فالاقيه بقى يعني في اللي معاه اقول له انت ازاي ما تاخدش بالك، ازاي ما تنبهنيش كده يعني. فالحمد لله كان عشق للعمل قوي يعني. الاخطاء نعم، وان حضرتك بقت حساسه جدا في الودن. الحمد لله مارست كل اللغه العربيه بالنظر والودن كل الحواس يعني الحمد لله. طيب عظيم. العمل في اذاعه القران الكريم، عايزين نحكي بقى مواقف حصلت، ده احنا بنتكلم في 35 سنه. الحمد لله يعني بصراحه انا زي اي انسان في اي عمل بيلاقي طبعا وجوه عابسه وبلاقي وجوه باسمه ومبشره وبتاخد بايدك، فالحمد لله طبعا لم نلتفت لاي وجه كان عابس وكان بيحاول مثلا ان هو يقف مستكتر ان احنا نشتغل معاه، لان احنا كنا صغيرين فخايف اكيد اللي هو بيقابلنا كده بيبقى مش واخد الثقه، يعني عندوش شاكك فينا هل احنا نصلح المكان ده او ما نصلحش. لكن بعد فتره لقينا كتير من الناس اللي هم لقينا في رعايه وفي ابوه وفي حنو من ناس كتيره جدا في الاذاعه، اخذوا بايدينا زي الاستاذ رياض فهمي الله يرحمه والاستاذ سعيد العيلي. لما اختبرني قال لي خد عد البرنامج في رياض القران، هو كان بيقدمه قال لي خد عد الحلقات دي. فاول ما شاف اول حلقه انا عملتها، كنت عامل طبعا 10 حلقات عملت له اعداد. فالحاجه فاطمه ربنا يبارك فيها وطول في عمرها، حاجه فاطمه طاهر، قلت خلي بالك حتى لو لقى عندك خطا هيزعلك وربما يعني يشتم او حاجه زي كده يعني. طبعا بنوجه لها كل التحيه طبعا. استاذه اول صوت نسائي لاذاعه القران الكريم. كانت بتقدم برامج الايمان وما شاء الله ربنا يبارك فيها. فضلت 15 سنه تقريبا لوحدها كصوت نسائي متفرد كده في اذاعه القران الكريم. يعني بالنسبه لي يعني زي والدتي بالظبط الحاجه فاطمه. ربنا يديها الصحه. من الناس برضو اللي ساعدوا الواحد. فقلت لها لو طلع فصله غلط او طلع حتى همزه يبقى انا ما ينفعش اقعد هنا. فما دخلت فالاستاذ سعيد العيلي بيقول لي وريني اللي انت عملته، فشاف الشغل فمديني الكتاب ان انا اعمل اعداد منه. فلاقي آية في الكتاب مختلفة عن الآية اللي في النص. ازاي انت مش عارف تنقل الآية حتى؟ تعالى الآية غلط. فقلت له لا الكتاب اللي غلط، لكن انا لازم انا اراجع الآية القرآنية. انا ما بنقلش وخلاص، وانا مش دوري ان انا انقل، انا مش راجل خطاط، انا راجل لازم انا اتاكد ان كل كلمة مكتوبة صح. وده دوري. فالمراجعة اللي قبل كده نفعتني الحمد لله لما دخلت، فاسند الي كل اداني مفتاح، كل ما ضيع المفتاح بتاع المكتب، مع ان كان ممنوع حد يخش المكتب، كل ما ضيع المفتاح يعمل لي مفتاح تاني، خلي عندنا الساعة يعمل مفتاح. المكاسب اكتر بكتير من خساره المفتاح. فاعمل له اشتغل معاه برضه، يقول لي لا انا اقول له انا مش عايز اخش، ما بحبش يعني عايز ايه احافظ على الهيبه بتاعت المدير عام رئيسي، ما بحبش اتردد قوي، بحب اخليني في شغلي انا في مكاني ومرحلتي، ما بحبش اقفز يعني ما بحبش القفز. طيب اتفضل. واول برنامج بقى عملته كان مع الاستاذ رياض فهمي اللي هو مجله الفكر الاسلامي. استاذ رياض فهمي يعني كان حد جميل جدا ونفس سويه وصدر يعني منشرح وقلب سليم يعني، فيقول شارك معايا في القراءه. فالمفترض طبعا ان القديم بيصح طبعا للاحدث. فانا الحمد لله مكانه هو، حتى رغم انه كان صوت جميل وانا كنت بحبه جدا، يلاقي مثلا كلمه
يقول لي بص خش يا بلدوزر شوط يعني قول ده بينه وبين بعض يعني مفهوم. فالحمد لله فكان وما كانش يزعل يعني او انا اقرا النص انا الاقي مثلا في حاجه مش واضحه عنده اقول له يا استاذ رد في كذا يقول اه ده انت معاك حق ده يا ابني المفروض انا اللي اصلح لك انت اللي بتصلح الحمد لله الحمد لله. طيب استاذ شهاده يمكن طبعا يعني زي ما قلت في البدايه حضرتك غني عن التعريف صوت حضرتك غني عن التعريف لكن مش كتير يعرف الجانب الانساني للمذيعين كان مذيع راديو او حتى مذيع تلفزيون فخلينا نروح للجانب الانساني شويه ويوم اخر يوم خالص حضرتك رحت فيه الاذاعه يوم الاحتفال بخروج حضرتك على المعاش وانت نازل الصبح من البيت 35 سنه بتشتغل في نفس المكان 35 سنه بتروح نفس المكان وحضرتك نازل الصبح من البيت كان ايه اللي بيدور في ذهنك وحضرتك رايح كان ايه اللي بيدور في ذهنك؟ لا هو حضرتك انا يعني فوجئت انا رايح برضو عملي عادي لان انا يعني من النوع اللي هو لا يتوقف عن العمل سواء كنت في الاذاعه او خارج الاذاعه الحمد لله بقوم بتدريب برضو لغه عربيه او ودي محاضرات في اللقاء والاداء خارج الإذاعة يعني بفضل الله فبالنسبة للعمل أنا يعني لا أنقطع عن العمل ولن إن شاء الله أنقطع عن العمل سواء في داخل الإذاعة أو خارج الإذاعة بإذن الله يعني فلما جيت أنا بصراحة ما كنتش متوقع حضور بعض الناس اللي هم زمايلي اللي ما عندهمش عمل وجم يعني خصيصا عشان خاطر يسلموا عليا ويتصوروا معايا قبل ما أغادر الإذاعة يعني فدي كان أسعدتني جدا ولقيت في لمسات وفاء كتير جدا من الناس اللي انا علمتهم ان انا ضربت يعني مذيعين يعني كثيرين يعني فضل طيب الله. على مدار كل هذه السنوات اكيد حضرت لعمالقه دوله التلاوه وهم بيسجلوا في اذاعه القران الكريم التلاوه نعم انا يعني بدات متابع مع الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد انور وهو بيسجل والشيخ محمود حسين منصور اغلب يعني الشيوخ اللي هم مسجلين مرتب بس بعد الكبار يعني حضرت معاهم هم مسجلون وكنا نرصد يعني التلاوه يعني من اول ايه كذا لايه كذا بنتابع بس يعني لكن كان في طبعا عالم في التجويد وعالم في القراءات وعلماء كانوا برضو وعدنا افادنا يعني الحمد لله. طيب بما ان حضرتك تحدثت انك شخص لا توقف عن العمل وشفت كم الحب اللي موجود لحضرتك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مش بتفكر انه الفتره اللي جايه مثلا ممكن يبقى في خطوه جديده او برنامج جديد على السوشيال ميديا حتى بحيث ان حضرتك تفضل متواصل مع محبيك؟ انا دايما بحب يعني اسجل حاجات احاديث مثلا نبويه مواقف تراثيه تكون هادفه موقف او حكايه حدوته كده تبقى شارحه نفسها بس ما بحبش انا اجهد المتلقي في ان هو في الرساله بتاعتي بحب الرساله بتاعتي تكون واضحه الحمد لله. حضرتك انا بشارك ايضا يعني غير مجال المراجعه والتصحيح بالمناسبه يعني انا يعني حابب ان انا اشكر الرئيس على عوده اللي هو الروح للمسجد من خلال اللي هي الاسبوع الدعوي والثقافي الحركه الدعويه والثقافيه عادت الى المسجد والحمد لله انا واحد من الذين يشاركون في تقديم اللي هي الاسبوع الثقافي الذي تقيمه وزاره الاوقاف فبشارك يعني الحمد لله كل اسبوع بشارك مع في ندوه من هذه الندوات بفضل الله. لكن هل هيكون في حاجات مسجله مثلا يعني احنا لحد دلوقتي مثلا بنسمع طائفه من اقوال الرسول للدكتور حسن مدني هل برضو في نيه حضرتك انك تسجل حاجات لذات القران الكريم بحيث انا اتمنى لكن مش القرار في ايدي لكن انا عن نفسي على اليوتيوب بتاع القناه نفسي اسجل صحيح مسلم احنا كلنا نتمنى واحنا نيابه عن شعب مصر كله بقى اسمحوا لي يعني نكلم الاستاذ رضا عبد السلام في انه يتبنى هذه الفكره رئيس اذاعه القران الكريم والاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعه المصريه في ان احنا نستغل هذا الصوت ونستخدم هذا الصوت الاستغلال الامثل والاستخدام الامثل للناس حابه تسمعه يعني الناس يبارك. صوت حضرتك فعلا والله يعني متعلق مع الناس بتسمع يعني احنا كنا لسه قبل الهوا كنا بنتكلم في ايه اول ما بنسمع صوت عمنا الشعشعي وهو داخل يقول ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا على طول بنبقى عارفين استاذ شحاته جاي. نعم الحمد لله وانا كان لي مقدمه يعني دائما في بدايه الحلقات قطوف فبقول فيها ايه بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم معنا. لا نسمعها بقى الاداء الاذاعي بتاع استاذ شحاته اتفضل حضرتك معانا. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالمناسبه هتلاقي الصوت منخفض لان الفتره بتاعت الخطوف بيذاع بالليل فمش محتاجه النرف العادي. صوت هادئ. محتاجه صوت هادي يعني. فاهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الايمان الزاهره، نقتطف من كل بستان زهره، ومن كل قول حكمه، ومن كل نبع قطره. الله. كل حاجه معموله حسابها. الدين طبار. يعني برضه الواحد بيراعي الوقت اللي بيذاع فيه الماده، بيقول بالصوت اللي يلائم الفتره الزمنيه. يعني لما انا اقدم نشره مش زي ما اقدم مثلا ماده دينيه، مش زي ما اقدم يعني ماده ادبيه او كده. دي نقطه مهمه بقى جدا بما ان حضرتك موجود معنا. شايف حضرتك حتى يعني تاخد بالك من فكره نبره الصوت. شايف انه مذيع الإذاعة أو مذيع الراديو إيه المهارات اللي لازم تكون موجودة عنده؟ المهارات زي أي مذيع لابد أن هو يهتم بالصوت. طبعا الصوت بيقولوا وتو، طبعا الراحة، ياخد قسط كويس من الراحة، الغذاء الكويس الصحي برضو أيضا، ويعمل تدريبات نفس دي مهمة جدا. إطالة النفس من الحاجات اللي هي غير اللي هي التمارين الرياضية. في مسألة بسيطة جدا، كل إنسان يقرأ قرآن ويحاول يجيب الآية على بعضها، ده بيساعده إنه يطول نفس ويضبط الجمل ويضبط الإيقاع الجمل والتقطيع ومخارج الحروف. تقطيع التقطيع المعلق والتقطيع الكامل ده متوقف على النفس وتحكمه في الجملة وفي الكلمة، لأن الكلمة لها زمن والعبارة لها زمن والجملة لها زمن والحرف له زمن، كل حاجه بالملي، ما فيش حاجه بتمشي كده مجرد ان انا بقول الكلام كما لو كنت يعني اقول بالعاميه بدلقه يعني. احنا ما بندلقش الكلام، احنا بنستطعم الكلام ونحس بيه ونشعر بيه عشان الناس تحس بيه. صحيح. هو مجهودي انا اللي بعمله ان انا اعيش مع النص وعايش النص، انا عايش النص بينتقل للناس، لكن انا مش بقول للناس افهموا انا بقول لكم كذا. لا، ما بيجيش كده. ثانيا اللغه العربيه، لان اللغه العربيه بتخليك تعمل موسيقى اثناء الالقاء، موسيقى في الكلام تخرجها نغم. نعم. وفضلا بقى عن الثقافه العامه عظيم. فتفضل. كل حضرتك ذكرته دلوقتي، احنا يمكن اساتذتنا هم بيعلمونا في البدايه الاخبار كان مرجعيتنا القران، مرجعيتنا القران في مخارج الحروف، مرجعيتنا في التشكيل، مرجعيتنا في الوقفات سواء الثابتة أو المعلقة، بحيث أنت تدي جملة مفهومة في النهاية. فالقرآن بكل تأكيد مؤثر في حاجة زي دي. وبقول لحضرتك هو نجاح المذيع في النهاية أنت عليك دور اللي هو بتاخد بالأسباب، تستجمع أدواتك في العمل. زي بالظبط أنا متخيل إيه لما سيدنا إبراهيم قال لربنا سبحانه وتعالى وكيف يصل صوتي، لما قال له أذن يعني فقال له عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنا علي أن أنا أقدم شغلي من خلال ما استجمعت ادواتي وكده ومهاراتي، والقبول ده من الله يعني ما لناش فيه دخل. طيب بالنسبه لحضرتك يمكن مسيره كبيره وبرامج كتير جدا مرتبطه باسم حضرتك، اصعب برنامج بالنسبه لك قدمته كان ايه؟ هو كان في البدايات اللي هو برنامج الاستماع والاداره، على اساس ان انا كان تخصصي ادبي والاستماع والاداره يعني ايه ممكن نقول اقتصادي في بعض الحاجات الرياضيه او كده. فانا كنت بلف على الجامعات واشوف الاساتذه المتخصصين في علم الاداره وعلم الاقتصاد، وكنت الحمد لله بنلتقي باكفأ الناس وافضل الناس، هو بيجمع بين الاداره الحديثه وبين الاداره الاسلاميه. والحمد لله لقيت يعني كوكبه من افضل الاساتذه اللي كانوا بيكتبوا البرنامج، وانا تفاعلت مع البرنامج وافدت منه حتى الان في حياتي يعني. ومواقف يعني اسلاميه كمان يعني خصوصا ومواقف اسلاميه. مواقف اسلاميه ده عباره عن لقطات ومشاهد بس بناخد العبره منها، يعني نصوص بنجيب الاساتذه الكبار هم اللي بيقولوا لنا النص ده نوجهه ازاي، قراءه يعني علميه فقهيه من العالم للنص. يعني انا ممكن الانسان اللي مالوش معلم ممكن يضل، لكن لما بجيب انا انسان متخصص يقول لي وجه النص كذا، ده بتستفيد منه كذا، بيبقى عندنا يعني خبره من خلال العلماء. طيب الناس كانت مستنيه وداع الاستاذ شحاته العرابي في الاذاعه، هل ممكن يودعهم دلوقتي كده واقف قدام الميكروفون جمهور الاذاعه؟ يعني هنقول لهم يعني ندعي مثلا بدعاء ولا اللي حضرتك عايز تقوله يعني تشكرهم على المتابعه، تقول لهم ان في تواصل هيكون مستمر؟ يعني انا قلت لهم فعلا احنا يعني لن ننقطع عن العمل باذن الله، وفي القناه على اليوتيوب هيكون فيها ان شاء الله دايما جديد،
وكذلك على الفيس ان شاء الله، وربنا وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه يعني. يا رب ان شاء الله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ شحاته، ربي نورتنا في صباح الخير يا مصر، ويمكن بشرف لينا ان حضرتك كنت موجود معانا. وبهذه المقدمه طبعا كان الناس كتير جدا كبرنا عليها وناس كتير جدا ارتبطت بيها، بس انا مش هطلع فاصل وحضرتك موجود، ومش هنقل فقره وحضرتك موجود. كاميرا حضرتك تقدر تاني فتره اذاعيه. ايه راي حضرتك؟ ونخرج لفاصل. يلا الفتره الاذاعيه. يعني احنا ممكن ندعي طبعا. اتفضل. يعني نقول اللهم اصلح لنا ديننا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي ترفع البلاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم احفظ مصرنا، واحفظ جيشنا، واحفظ شعبنا، واحفظ نساءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ شبابنا، يا أكرم الأكرمين يا الله. اهلا بحضراتكم مره تانية. بكل تاكيد الموبايل مهم بالنسبه لنا كلنا، لكن كتر استخدام الموبايل قد يؤدي في النهايه الى مرض، فعايزين نتكلم عن هذا الموضوع. ده سؤالنا الموجود على السوشيال ميديا. اكتر وقت بتستخدم فيه الموبايل قد ايه؟ بيأثر عليك ازاي؟ بيخسرك ايه؟ ده سؤالنا الموجود دلوقتي. ناخد مجموعه من التعليقات على سؤال حلقتنا النهارده. طبعا الموبايل مهم جدا في حياتنا وهو اللي قرب البعيد. ده صبحي عبود وبيقول ميش. كمان ان ده نفس اللي حصل وقت ظهور التلفزيون. صحيح. يعني اللي حصل دلوقتي. في علاء محمود بيقول الموبايل خسرنا ناس بنحبهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فمبقاش في ثقه اننا نتعامل مع بعض وجها لوجه بالرغم من فوائده العديده اللي قربت المسافات. صباح الورد عليكم. من هنا دي نقطه مهمه جدا فعلا. الموبايل في يعني فكره اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع بعض يا شاذلي في بدايه الحلقه، ناس في ناس مبقتش عارفه تتعامل فعلا مع بني ادمين في الحياه الحقيقيه بقى، او يعني بقينا بنتعامل اكتر افتراضيا فعلا. صحيح. وعشان كده دايما بنقول ان في ناس بتستخدم الموبايل اكتر من 12 ساعه في اليوم. ده طبعا بيعتبر استخدام مش صحيح. ده رقم قياسي بالنسبه للاستخدام الامن، بيوصلنا في النهايه لنتيجه سلبيه. هذه النتيجه طبعا ممكن تاثر على الحاله النفسيه والحاله العصبيه. الناس كتير قوي خصوصا الناس اللي بتستخدم الموبايل بشكل مستمر ولفترات طويله كمان يا جماعه. طبعا اكيد. خلينا نعرف التفاصيل بقى دي كلها عن هذه الاشكاليه، ازاي نتخلص من التعلق الزائد بالموبايل، ايه الاضرار اللي بيسببها، ايه انسب خلينا نقول الوقت اللي ممكن نستخدم فيه الموبايل. معانا طبعا الاستاذه الدكتور ايمان المراكبي، استاذ طب المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. صباح الخير حضرتك يا دكتور، منورنا. صباح الفل. ربنا يخليك. صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها. طيب موضوع بقى التعلق الزائد بالموبايل ده، هل ده فعلا خلينا نقول مرض نفسي او مشكله نفسيه، ولا بيبقى مجرد حاله تعود؟ تمام. هو طبعا الاستخدام اللي هو المستمر للموبايل زي ما قال شاذلي ان هو 12 ساعه، الكلام ده خلاص ده دخل كده في حته ادمان. يعني ايه؟ لو انا بستخدم الموبايل للحاجه اللي معموله عشانه، اللي هو ارد على التليفون، ارد على رسائل نصيه، لكن مش معنى ان انا معايا تليفون ان اي واحد على الكوكب يفتكر دكتوره ايمان ات اني تايم ان هو لازم يتواصل معها دلوقتي. دي مشكله خطيره. ليه؟ لان انا وقتي انا بعمل حاجه، يا اما قاعده في العياده، يا اما قاعده في البيت بعمل اكل للبيت، بذاكر لبنتي، بعمل اي حاجه. حتى ما بعملش اي حاجه، حتى انا ما بعملش حاجه، عندي صفاء نفسي. بسترجع اي حاجه، بعمل يعني عارفه باخد ريست، باخد نفسي بين العياده مثلا والشغل والبيت والكلام ده كله. فمش معنى كده ان هو يحق له يكلمني في اي وقت. دي اول حاجه. يبقى انا خصوصيتي واحترامي لوقتي ده كده بينتهك. يعني اي واحد يفتكرني يروح باعت لي على الواتساب، اي واحد عاوز يكلمني. ده مش انا بس، ده كل الناس. انا بتكلم بدي نفسي كمثال.
طيب هو معمول عشان نرد على بعض، علشان يبقى في تواصل احسن، محمول يعني هاتف محمول، يبقى انا بدل ما التليفون اللي كان محطوط في حته وكانوا بيحطوا له زمان لو تفتكري قفل وبتاع عشان ما نتكلمش ايام المذاكره والكلام ده، على فكره الكلام ده صح. ليه؟ تعالي دلوقتي للادمان بتاع المراهقين، الطلبه تقدري تمنعي طالب عن انه يمسك التليفون طول النهار والليل؟ لا، ده بيؤدي لايه؟ فشل دراسي، مشاكل نفسيه، بيحصل توتر، بيحصل اكتئاب. ليه دي بقى؟ نتيجه حتميه، ده حتميه. ليه بقى؟ لان انا بقارن نفسي طول النهار بالناس على مثلا على الفيسبوك، ده زميلي مثلا احنا في الكليه بابا جاب له عربيه ما اعرفش عامله ازاي ومشيرها وعاملها وانا ظروفي مثلا الماديه مش سامحه، فيبتدي انا مش قادر اوصل لهذا الليفل اللي انا شايفه، يبتدي يحصل ايه؟ قلق، توتر، اكتئاب، مقارنات مش المفروض تكون موجوده. يعني هو ربنا عامل كل واحد متقسم رزقه، صحيح، في ناس رزقها في ذكائها، في ناس رزقها في عربيتها، في ناس رزقها في فلوسها، في شغلتها، فببتدي اقارن نفسي وبنسى ال 24 قيراط، ان ممكن اللي عامل العربيه اللي عنده العربيه ده ما عندوش راحه نفسيه، ممكن عنده مرض معين، ممكن عنده مرض مناعي مبهدله، لكن انا ببص على الحته اللي مش عندي. فاذا بتحصل مشاكل ايه؟ ان هي عدم التوافق. هل ده بالتعرض ولا بكتر التعرض؟ يعني ده لا، ممكن يحصل مجرد التعرض فقط. يعني انا كفايه عليا مره واحده مثلا، واحده منزله تشيكد ان في شرم الشيخ في فندق ما اعرفش ايه، واخده بالك، وانا مثلا بقالي 5-6 سنين ما صيفتش، تبتدي تروحي مدوره على جوزك، تعالى شايف فلانه جوزها بيوديها شرم الشيخ، وانت يعني القصه دي بتعمل مشاكل فعلا، مشاكل زوجيه، مشاكل في الدراسه، تاخر في القدرات في المحادثه، زي ما حضرتك قلتي دلوقتي ان القدره على المحادثه بقت ضعيفه. صحيح، هاتي لي مراهق بيعرف يتكلم، تيجي تكلميه في موضوع تحس ان هو خاوي، مفيش حاجه في دماغه. ليه؟ مفيش لغويات، مفيش حصيله لغويه، هو اتعلمها فين؟ حتى مهارات للتواصل، الكوميونيكيشن، مفيش مهارات بالظبط، مهارات تواصل والمهارات الاجتماعيه والقدرات المعرفيه، واخده بالك، كل ده بيتاثر، والمشاكل في العمل والمشاكل في الدراسة والفشل الدراسي. فإذا أنا بدخل نفسي في مشكلة كبيرة جدا جدا هينتج عنها تدهور في القدرات المعرفية وإدارة الوقت، أنا مش قادرة أدير وقتي. يعني أنا مثلا دلوقتي لو أنا سبت نفسي للموبايل، يبقى أنا معنى كده كل واحد هيبعت لي على الواتس هرد عليه، يبقى لا هروح عيادة ولا هشتغل في شغلي في الدمرداش ولا هشوف مرضى، صح؟ ما أنا قاعدة أرد بقى على ده افتكرني وده افتكرني، وأدخل بقى إيه على الفيسبوك، واحد نط من الدور السابع بعد ما قتل مراته وعياله، واخده بالك، انا مالي؟ طبعا بيصدر يعني كمان طاقه سلبيه صعبه جدا. برافو عليك، انا مالي ليه اعرف كل الطاقه السلبيه اللي بتحدث حواليا في العالم كله؟ خلي بالك الطاقه السلبيه بتفضل جواكي كتير غير الطاقه الايجابيه. انت ممكن تقولي الواحد هابي بيرثدي، والحته اللحظه اللي هي هابي بيرثدي وكل سنه وانت طيب دي في ثانيه وبيروح البلاجر بتاعها او السعاده بتاعتها، لكن الاكتئاب لما تفتكري ان واحد ده انتحر وقتل مراته وعياله، يا شعور مراته ايه وهي بتتقتل، ابنها ما اعرفش، انا ليه تنقلي لي الطاقه السلبيه دي؟ وفي نفس الوقت بالنسبه لموضوع العيد ميلاد ده، لو كتبت له كل سنه وانت طيب زي ما قلتي حضرتك سعاده وقتيه وخلاص، لا تختلف عن انا لو شاركته في هذه المناسبه بالزبط. وده اللي التاثير بتاع الموبايل، ان هو خلاص كل الواجبات بقت بتتقضى دلوقتي على الموبايل، مكالمه تليفون او رساله نصيه، صحيح، او تعليق حتى على بوست على الفيسبوك او حتى عزا، يعني العزا برضو واجب، يعني مش كل حاجه بس فرح، لكن العزا مثلا دلوقتي البقاء لله، صحيح، الاول لا ده احنا لازم نروح ونعمل، بعدين تيجي تقولي له يقول لك والله كنت مشغول، لا هو مش مشغول، هو قاعد ملهي بالتليفون خايف يفوتوا خبر او خايف يفوتوا حاجه. وعزومات الافراح بقت على الفيسبوك، يمكن حتى والله انا بقيت بشوف خناقات على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، انا هضطر اشيل بعض المتابعين عشان انتوا مش بتتفاعلوا معايا، بالظبط، انا هضطر ليه يا جماعه؟ يعني تحسي انه يعني انا بالنسبه لي بشوفه فعلا عالم افتراضي، ليه حولناه الواقع؟ ونصحى على الواقع بقى المؤلم، ان انا بقى ايه، بدل الساعات اللي بضيعها، لو حسبنا ال 12 ساعه اللي بيضيعوا على الموبايل في حالات الادمان، يبقى انا كده في الشهر 340 ساعه، متخيله 340 ساعه؟ انت ممكن تعملي ايه؟ انت ممكن تتعلمي لغه جديده، يعني ممكن تروحي تاخدي كورس الماني، كورس فرنساوي، ممكن تروحي تتعلمي انجليش، واحد مش متعلم انجليش اصلا، اي حاجه ممكن تروحي تعملي يعني تحسين في القدرات بتاعتك، واخده بالك، تاخدي كورس مثلا بيزنس، تعملي اي حاجه، تتعلمي حاجه، تدرسي حاجه، تقعدي مع نفسك، تمارسي رياضه، تروحي جيم. طيب بنلاقي ايه بقى؟ الناس اللي بتقعد كتير دي عندها سمنه مفرطه، ده اول حاجه.
عندها آلام شديدة في الرقبة. تبص تلاقي أنا في عيادة المخ والأعصاب بيجي لي حالات شباب 18 سنة وعندهم انزلاق غضروفي في رقبتهم. أسألهم أنتوا عملتوا حادثة؟ لا. عملتوا كذا؟ لا. الأم بقى تروح قايلة لي يا دكتورة نايم في حضنه الموبايل 24 ساعة. ده في ناس بتصحى من النوم تبص على الموبايل وإيه وتنام. طب إحنا نتفادى الكلام ده إزاي؟ أول حاجة لازم ألعب في إعدادات الهاتف بتاعي إن أنا أقلل النوتيفيكيشن. مثلا أنا دلوقتي مش مهم قوي بالنسبة لي الفيسبوك، يعني أنتوا دلوقتي قاعدين معايا هنا يهمك إن حد عمل لك منشن مثلا في الفيسبوك أو ذكر اسمك؟ لا. يبقى أنا هعمل إيه؟ أخلي الإعدادات بتاعتي مفيش نوتيفيكيشن، اللي هي إن أنا يقول لي كل شوية إن فلانة ذكرت اسمك مثلا في بوست على الفيسبوك أو صورتك على الإنستجرام لاقت إعجاب فلان وعلان. ده مش مهم خالص دلوقتي. أو يشعر بالحزن. أيوة. أو فلان يشعر بالحزن أو فيلينج هابي. بالغضب برضه. أي بالظبط كده. مش مهم عنه مشاعر يعني. فإحنا نعمل إيه؟ نخلي النوتيفيكيشنز دي سايلنت. أنا على فكرة عاملة تليفوني كده. أنا عاملة تليفوني سايلنت 24 ساعة. فعلا حقيقي. لأن أنا وأنا في عيادتي مش مهم خالص إن واحدة بتتصل بيا عايزة تقول لي مثلا أنت وحشاني. حاجة حلوة مش حاجة وحشة، بس معلش يعني عشان ليها تقول لي وقتها يعني. ليها وقتها لما اروح بقى وابقى انا فاضية ابقى انا اتصل بحضرتك او ابعت لك اقول لك انا فاضية اتصلي بيه دلوقتي. نرجع زي زمان التليفون انت ممكن كان يرن التليفون ماما تقول لك لا ما حدش يرد خلاص هو يرن رنتين ويعرف كانوا بيرفعوا السماعة اصلا في البيت. بالظبط كده. لا بيحطوا لك قفل كمان عشان ما تقوميش تسيبي المذاكرة وتقومي تتصلي. ده زمان في ناس كانت بتشيل التلفزيون ايام المذاكرة. انا صحيح ما كانش والدي والدتي كده، لا انا عندي ما كانوش كده. انا كنت كده. كانوا بيعتمدوا على الاراده يقول لك انت. لا الدكتور لا كانوا بيشيلوا التلفزيون. لا في ناس كانت بتشيل. ما هو شوفي صح. احنا بقى دلوقتي انت مش عارفه اخوك الصغير ابنك بيتفرج على ايه. وبعدين الخطوره كمان في الموضوع ده ايه؟ ان لما جابوا في برنامج وثائقي عملوا فيلم كده عن موضوع الادمان على السوشيال ميديا، فجابوا الناس اللي شغاله في فيسبوك وتويتر وانستجرام والكلام ده كله، قالوا لهم انتوا بتشتغلوا ازاي؟ ازاي انا مثلا بدور على حاجه على جوجل ابص الاقي الاعلان بتاعها جالي على اليوتيوب؟ قالوا احنا بنتحكم فيكو. يعني ايه بنتحكم فيكو؟ يعني انا دلوقتي بدور على مثلا جاكيت على النت، خلاص هو يروح جايب لي كل الفيديوهات على اليوتيوب اللي ليها علاقه بهذا الجاكيت. طب هو عارف منين؟ هو ده شغلهم. لا هو احيانا بدي انا دورت حضرتك دورتي احيانا مجرد الحديث، يعني ممكن اكون بنتكلم بالزبط. احنا هنا مع بعض ما حدش دور على اي حاجه خالص بالزبط. بقى في المايك شغال فبتوصل الـ الكلام اللي احنا والكي ووردز اللي احنا بندور عليها بنفتح نلاقي اعلانات عن حاجه اللي احنا بنتكلم عليها. بالظبط. ما هو ده ليه؟ لان انت مش لوحدك، الناس دي ليها سيستم. طب في حاجه تانية، انا دلوقتي وانا بتكلم مثلا في التليفون يعني قابلتك دلوقتي فخدت رقمك، اول ما اعمل سيف اروح الاقي الاكونت بتاعك على الفيسبوك ظهر لي، يبقى انا قاعده ايه متراقبه، خصوصيتي منتهكه. تاني حاجه ان انا مش متحكمه في اي حاجه، انا دلوقتي بيضحك عليا. طب عايزين نرجع تاني للاضرار. دي خطوره برضو. خلي بالك دي خطوره برضو. يعرفوا انت بتفكري في ايه بتعملي ايه، دي مش حاجه كويسه برضو. نرجع للاضرار الصحيه على جسم الانسان. أيوة. في الانزلاق ايه تاني ممكن؟ الانزلاق الغضروفي طبعا، القلق، الاكتئاب، التوتر، الفوبيا، فوبيا فقدان الهاتف المتنقل، دي اسمها ايه؟ نوموفوبيا. ده مرض اسمه نوموفوبيا، مصطلح اسمه كده. اكثرها انتشارا في العالم دلوقتي. دلوقتي اكثر حاجه انتشارا. ايه تاني؟ اضطراب النوم. عشان كده بنقول ان التليفون لازم المحمول الموبايل يبقى محطوط بره الاوضه اثناء الشحن. في ناس بيقولوا ان هم ما بيناموش غير على الموبايل، ازاي بقى حضرتك بتقولي اضطراب النوم؟ ما هو ما بيناموش على الموبايل غير على الموبايل ليه؟ لان هو معتقد ان هو نايم. لا هو مش نايم، هو نايم حاطط راسه مستني النوتيفيكيشن اللي جاي، مستني حد يعمل له منشن، مستني حد يقول له حاجه. مش نوم عميق يعني. فنفسيا هو بيرتاح نفسيا ان هو جنبه، خايف في ايده، خايف يضيع منه. الناس اللي عندها نوموفوبيا دول بيخافوا اثناء الشحن ما يقطع. يعني لو الشحن قطع، لسه كنت النهارده جايه بالعربيه اللي موصلاني الصبح بيقول لي امبارح قطع الشحن بتاعي، حاجه تكنيكال يعني بايظه في الموبايل، بيقول لي ما عرفتش انام ولا اعمل، لان طبعا شغله مرتبط بالموضوع. كنت لسه اقول لحضرتك ما هي ممكن بالزبط. تكون برده مش شرط تكون مشكله نفسيه. بالظبط. ممكن يبقى شغله متعلق شغله بيه. فهو ليه فوائد. احنا قلنا في البدايه لو تفتكري قلنا ليه فوائد، ان انا ارد على ناس، ان انا استغيث بناس، ان انا اعمل حاجه، لكن مش ان انا اضيع وقتي واضيع حياتي، القعده الاسريه، الحاجات، العواطف، المشاعر، الحاجات دي كلها عند المراهقين دلوقتي بقت بعافيه يعني. ايه تاني بقى؟ ايه تاني تعب غير النوم، غير القلق، غير التوتر، غير الاكتئاب؟ فقدان الثقه بالنفس.
خلي بالك انا لما الاقي كل شويه واحد مشير لي مثلا عربيه، واحده جابت مثلا طقم ذهب، وتخيلي الذهب غالي قد ايه، والله طقم حلل، جوزي جاب لي مش عارف ايه، انت واخده بالك، وممكن يبقى مطلي ذهب اساسا يعني. تقولي ايه حضرتك؟ ولا حضرتك ممكن ساعات بيحط صم حلل كمان، مش المساله يعني اي كدا. حاجه دلوقتي لو يجيبوها يحطوها. جوزي جاب لي الساعه دي، انا لقيت بوستات كده، جوزي جاب لي ساعة. يا ستي ما خلاص يعني، قولي بعدين ده العين بتفلق الحجر يعني، خليكي مداري. انا حاجات كتير، وده شكلي ما حدش بيصدق ان انا مش عارفه عندي كام سنه، ومحدش بيصدق وانا رحت وانا عملت. هي دي فعلا، هي احيانا بيبقى في حاجات كتير جدا مش حقيقيه يعني، بالزبط. حتى يا ريتها حقيقيه، يا ريتها حقيقيه، مش حقيقيه اصلا. وبنقعد طول الوقت نقارن ونضايق نفسنا ونحس ان احنا مش راضيين عن نفسنا، ودايما عندنا صحيح. غضب، فبتبقى طبعا صعبه. طيب روشتة بقى للتعامل مع الادمان ده ايه او الهوموفوبيا؟ اول حاجه ان انا احد من عدد الساعات بتاعه استخدام الهاتف. طب انا احد منها ازاي ما انا مدمنه مش قادره ان انا اسيب الهاتف؟ يبقى اعمل ايه؟ هعمل الاول، هو ليه بنقول عليه ادمان؟ لان هو شبه المخدرات بالظبط، انت لا قادره تبعدي عنه، واثناء ما بتستخدميه بتحصل لك ايه؟ مشاكل، وطول الوقت بتجري وتدوري عليه. يبقى دول الثلاث علامات بتوع الادمان. طب يبقى اول حاجه ابطل ان انا استخدمه ازاي؟ ادخل نفسي في هوايه، اقرا كتب، امارس رياضه. يعني مثلا لو اشتركت في جيم مثلا، او نزلت اتمشى يوميا ساعه، بلاش جيم، في ناس تقول لك احنا معناش فلوس نروح جيم، يبقى عندنا ساعه مثلا يوميا اتمشى، ساعة اقرا فيها جزء من كتاب. وللاسف بيتمشوا هم ماسكين الموبايل، اقرا جزء قران يعني، واحد اقرا قران مثلا، يعني يعمل اي حاجه يشغل بها يومه جدوله، بحيث ان هو يحرم نفسه من الموبايل وقت معين. يعني ايه؟ يعني يوم في الاسبوع مش همسك التليفون خالص، هتفق مع نفسي كده، انا يوم الجمعه ده مثلا لعيلتي، يبقى انا يوم الجمعه مش هبص فيه خالص، يا رب تنطبق السماء على الارض، مش هبص فيه خالص. لان لو في كارثه ما تقلقيش، هيبلغوكي على تليفون البيت، هيجيبوكي، هيقولك البيت، فاهمه ازاي؟ فلو لا قدر الله في مصيبه، الناس هتعرف توصلك. يبقى انا هعمل ايه؟ يوم في الاسبوع، اسبوع في الشهر، دي بدايه ان انا اعود نفسي. بعمل ايه؟ انسحاب تدريجي من الحاجه، زي المخدرات، انا ما اقدرش امنع واحد على فكره من المخدرات فجاه، لازم اعمل له انسحاب تدريجي. اول حاجه دي، اول حاجه. تاني حاجه احط بدائل. الطفل مثلا اللي عنده مشكله اعمل له علاج سلوكي، الطفل اللي عنده وسائل معرفيه عنده فيها مشكله اعمل له حاجه اسمها ايه؟ تعديل سلوكي ومعرفي. في ناس بنضطر ندخلها مستشفيات، زي الشاب اللي هو عنده 18 سنه في هونج كونج وسنغافوره، كان في قصه شباب حصل معاهم القصه دي، الاب اضطر يدخله مصحه نفسيه نتيجه انه بقى رفع الفتله، شعره من قله الحمى ما بيقومش منها على التليفون، بقى شكله ومنظره زي المشردين في الشوارع. نعم يا فندم، احنا بنتكلم على الادمان بس الحمد لله لسه ما وصلناش لهذه المراحل. دخل مصحه نفسيه للعلاج، وقد يصل الامر الى ذلك. طيب احنا عشان بس ايه نتفادى كل هذه الامور يعني، وما نوصلش لهذه المراحل المتقدمه. أيوة دي المرحله الوحشه يعني. دكتوره وضحت مجموعه من الحاجات كده، لو عملناها نقدر تدريجيا. وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه، انا من الناس المدمنين موبايل، ماسك الموبايل لفترات كبيره جدا طول اليوم، فاحنا هنشد من ازر بعض كده النهارده كلنا، ناخد الخطوات المهمه دي يا جمانه اللي الدكتوره قالت عليها. اظبط الاعدادات، اظبط الاعدادات زي ما قلنا، عامل كده فعلا، امنع النوتيفيكيشن، اعمل التليفون سايلنت، بجد مش هتندموا. اكيد. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ايمان المعرفي، استاذ طب المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. نورتيني دكتور. شكرا يا حبيبتي، وصباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا ليك يا فندم. كده مشاهدينا نكون خلصت حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.